بسم الله الرحمن الرحيم. الثلاثاء 18 ابريل 2017. يا صباح الخير على حضراتكم، اهلا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد من صباح دريم. النهارده هنتكلم عن موضوع يمكن شويه او الى حد ما خارج لوننا، لكن بما انه في النهايه متعلق بالجمهور المصري، بالشعب المصري، بالمواطن المصري، فواجب علينا في صباح دريم ان نتطرق اليه. هنتكلم النهارده عن الجماهير والكوره، العلاقه ما بينهم، او خليني اكون اكثر دقه، الجماهير والمدرجات. العلاقة ما بينهم أصبحت علاقة سلبية جدا، فاترة جدا في السنوات القليلة الماضية. الحقيقة أنه في عبارة صدق من قالها الكرة للجماهير، كل كلمات بقى اللي بتقال، معشوقة الجماهير والساحرة المستديرة، الرياضة الشعبية الأولى في العالم، دي كلها حاجات أو ألقاب أطلقت على لعبة الكرة، كرة القدم. مفيش شك أنه لا يمكن أبدا تحلو لعبة الكرة من غير صيحات الجمهور، صيحة جمهور وحماسه وهتافاته مع فرص ضائعة، مع أهداف مسجلة، اشتعال المدرجات من فرط الحماسة، التشجيع والمؤازرة اللعيبة، طاقة كبيرة جدا وروح هايلة بتمد البساط الأخضر كله بروح قتالية لو صح التعبير، بتحفز اللاعبين وتديهم دفعة قوية جدا إنهم يحققوا مكسب لإسعاد أصحاب المدرجات. يعني أصحاب المدرجات هم الجمهور، جماهير المدرجات هم اللي بتبدأ من عندهم الحماسة الحقيقية، تشجيع فرقهم، تشجيع اللعيبة، تشجيع الأندية اللي بينتموا ليها، وبياخدوا اللعيبة بقى الطاقة الإيجابية القتالية الفظيعة دي، فبيردوا تاني للجمهور بقى ده على شكل إجوان وعلى شكل لعبة حلوة وعلى شكل روح حلوة وغيره. للأسف الشديد أنه في الفترة الأخيرة أصبحت المدرجات خاوية من ملكها. مين ملكها زي ما اتفقنا؟ هم الجمهور. البعض استعان في نقل المباريات بأصوات المشاهدين فقط من أمام الشاشات على الكافيهات، ودي الحقيقة بقت حاجة بنواجهها طول الوقت. يعني يبقى في ماتش للدوري، كاس، في ماتش معين، بنضطر حتى احنا في وسائل الاعلام المختلفه، لانه يعني كنا الاول بنروح عند المدرجات وبنروح عند الاستاد وعند الملاعب ونتكلم كده مع الجمهور، دلوقتي خلاص ما فيش ده، فبننزل على الكافيهات والقهاوي بنتكلم مع المواطن، بنساله بقى رايك ايه وهتشجع فريق مين وتوقعاتك للماتش ايه النهارده وغيره. عودة الجماهير المدرجات بتعيد لأذهاننا مفيش شك حادثتين أعتقد إنهما صعب جدا يتنسوا، لكن عايزين نتكلم النهاردة عن احتمالات وإمكانيات عودة الجماهير. مش هنناقشها النهاردة من المنظور الأمني، احنا هنناقشها النهاردة من منظور الجمهور نفسه، يعني ملاك الملاعب. عايزين نتكلم النهاردة عن هل في اعتقاد حضراتكم انه اصبحت الان عودة الجماهير آمنة؟ وتاني، آمنة دي ليس من المنظور الامني، مش دي قضيتنا خالص النهاردة بصراحة شديدة. آمنة دي بنقصد بيها المنظور، منظور الجمهور نفسه، الشعب نفسه. احنا ليه يا جماعة كنا طول عمرنا نعرف ونشوف قدام عينينا واحنا نفسنا ننزل نروح الماتشات والمباريات معانا اللي معاه خطيبته واللي معاه والدته واللي معاه بناته واللي معاه مراته؟ طول عمرنا كنا جمهور عائلات، طول عمرنا كنا عمرنا ما بنخاف لما اروح مع خطيبي ولا مع جوزي ولا مع والدي ولا مع ابني اتفرج على ماتش. احنا في السنوات اللي فاتت دي حتى من قبل ما تحصل الحادثتين المؤسفتين ما بقاش عندنا جمهور العائلات للاسف الشديد، بقى في جمهور الشباب فقط. عايزين نتكلم ان شاء الله النهارده على الموضوع ده، عايزين نتكلم اخلاق عايزين نتكلم عن اخلاق الرياضيين، اخلاق ملاك الكوره اللي هم الجماهير، عايزين نتكلم على كل الاحتمالات الممكنة لعودة الجمهور المدرجات مرة أخرى. هيكون معانا ضيوف أعزاء ما اعتقدش ان هم طلعوا قبل كده وما بيطلعوش كتير مع بعض مجتمعين، لكن النهاردة هيجتمعوا معانا في صباح دريم، وهيكون كمان معانا مجموعة من المداخلات المهمة جدا. ضيوفنا اللي هنورونا النهاردة في الاستوديو ان شاء الله حربي محفوظ وهو كبير مشجعي النادي الأهلي، ورأفت محمد الشهير بالخواجة وهو كبير مشجعي النادي الزمالك، وعادل شكوكو وهو كبير مشجعي النادي الإسماعيلي. هنتكلم على أهلي، وطبعا مع كل الاحترام للأندية التانية، يعني المقصة و ايه تاني يا شباب عشان ما انساش نادي، بس مقاولين، يعني كل النوادي التانيه مع كل الاحترام ليهم. النهارده اقطاب الكره المصريه، اهلي زمالك والاسماعيلي، هيكونوا موجودين معانا النهارده نسال اسئله كثيره جدا. متى تعود الروح للمدرجات؟ كيف تكون العوده، عوده الجماهير امنه مره اخرى؟ هنتكلم النهارده في هذا الموضوع، هنستنى اراء حضراتكم اللي بتثمر اي حديث الحقيقه بنقدمه، وان شاء الله باذن الله يكون حديث كده له مردود ايجابي عند الساده المسؤولين وايضا عند الجمهور العزيز ملاك كره القدم.
الحقيقي أو ملاك المدرجات الحقيقيين. لكن خلونا نروح مع بعض لجولتنا النهاردة اللي هنمشي فيها بشكل سريع إلى حد ما في جولتنا الإخبارية في مجموعة أخبارنا هنبدأها، وده كنت نوهت عنه امبارح بالأمس الحقيقة، عن الزيارة المرتقبة إن شاء الله، زيارة بابا الفاتيكان إلى القاهرة إلى مصر، ونتكلم عنها من منظور مهم جدا النهاردة، وهو كيف تعاملت الصحافة العالمية وتحديدا طبعا الصحافة والأخبار الإيطالية عن هذه الزيارة. الحقيقة إنه إحنا عندنا مجموعة من الأخبار بتؤكد، نبدأها بس بالتصريح الرسمي أو أحدث التصريحات الرسمية الصادرة عن الفاتيكان نفسه. مسؤول في الفاتيكان أعلن أنه بابا الفاتيكان فرانسيس الأول سيبقي على زيارته لمصر المقررة يومي 28 و29 إبريل الجاري. وعندنا تصريح أيضا إلى المونسيور مونسينيور أنجيلو بيتشيو، بيؤكد فيه أنه ده كان تصريح إداه لصحيفة كورييري ديلا سيرا، بيؤكد فيه أنه لا شك أنه الحبر الأعظم سيبقي على فكرته الذهاب إلى مصر في 28 و29 إبريل، وأنه بخصوص زيارة البابا التي ستجرى تحت شعار بابا السلام في مصر السلام. والحقيقة امبارح كنت بقول أنه ده شعار هايل وشعار محترم جدا، ورسالة هي وصلت بالفعل، ويعني حتى في الأيام الماضية كان ليها مردود أن يقترن اسم مصر بالسلام وأرض مصر بالسلام في وقت ما زلنا نكافح في الإرهاب. دي كمان نقطة مهمة جدا. أكد أنه ما حدث ده برضو نفس التصريح للمونسينيور أنجيلو بيتشيو، أكد فيه أنه ما حصل يتسبب بالفوضى وألم كبيرين. طبعا هو هنا كان بيعلق على حادثتي التفجير في الكنيستين الأسبوع الماضي، لكن ذلك لا يمكن أن يمنع حصول مهمة البابا من أجل السلام. اعتبر بيتشيو أيضا الذي سيزور مصر طبعا في نهاية الشهر الجاري أن الاعتداءين على الكنيستين يشكلان هجوما على الحوار وهجوما على السلام، وأنه رسالة غير مباشرة أيضا إلى من يحكم البلاد أنه إحنا هنفضل مستمرين في هذا الإرهاب وضد المسيحيين اللي تمتعوا. ده تعبير اللي جاي من المونسينيور أنجيلو بيتشيو، بيؤكد فيه أنه هذه الحوادث الإرهابية تأتي ضد المسيحيين الذين تمتعوا إلى حد ما بمزيد من الحرية في الفترة الأخيرة. عندنا تعليقات أخرى كثيرة برضو عايزين نستشهد بيها، ربما ليست من داخل الفاتيكان. عندنا مثلا رئيس اللجنة المنسقة لزيارة البابا فرانسيس إلى مصر كان بيؤكد أيضا أنه في بيان أن زيارة البابا قائمة في موعدها يومي 28-29 إبريل الجاري ولا يوجد أي تأجيل للزيارة، وأضاف أنه جميع الجهات المسؤولة في دولة الفاتيكان أكدت في اتصالاتها معه أنه لا يوجد نية لتأجيل الزيارة وأن قداسة البابا حريص على زيارة مصر. دي نقطة. عندنا كمان مجموعة من التصريحات التي جاءت أو البيانات الصحفية التي يعني أبرزتها الصحف الإيطالية، مساندة يعني أو أبرزت فيها مساندة ودعم الفاتيكان لمصر بعد التفجيرات اللي استهدفت كنيستي مار جرجس والمقصية في الإسكندرية، وأكدت أنه زيارة البابا الفاتيكان بابا فرانسيس لم تتأثر. خلوني بس أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، أنه في الحوادث دي أو في مثل هذه الأحداث العالم مش بس بيسأل هو بابا الفاتيكان ما زالت زيارته قائمة إلى مصر أم حدث بها تعديل أو تأجيل أو إلغاء، إنما كمان ما بين السطور الحقيقة أنه الشعوب العالمية الأجنبية بتقراه كويس جدا. يعني لما يكون في مسؤول من شخصية رفيعة المستوى داخل الفاتيكان تؤكد أنه الزيارة قائمة في معادها وأنه المسيحيين قد تمتعوا في مصر بحرية ربما غير مسبوقة في الأونة الأخيرة، وأنه ما يحدث من عمليات إرهابية دي شأنها تهديد السلم والأمن العام في مصر، دي كمان رسالة هم بره بيقروها كويس جدا. البابا فاتيكان كمان الحقيقة مأكد أنه زي ما قلنا أنه الزيارة كما هي ولن يتم تأجيلها. عندنا مثلا وكالة أكي الإيطالية أكدت أنه زيارة بابا الفاتيكان لمصر أصبحت الآن أكثر إلحاحا لتعكس اتحاد المسلمين والمسيحيين ضد أي إرهاب. دي وكالة أكي الإيطالية
وأنه زيارة بابا الفاتيكان في هذا الوقت يشكل تعزيزا لقوة حوار الأديان، وسيجعل من مسيحي مصر ومسلمي مصر قوة واحدة. ده الشعار يا جماعة المتصدر الحملات الإعلامية والدعائية في العالم كله حول زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر. بابا السلام في مصر السلام. عندنا مثلا صحيفة أخرى وهي صحيفة تيرينو الإيطالية، قالت تحت عنوان بابا الفاتيكان بابا فرانسيس لن يتخلى عن رحلة السلام إلى مصر، وكاتبة في المقالة أنه الإرهاب لا يوجد في مصر بشكل خاص، بل أنه أصبح آفة يعاني منها العالم بأجمعه، مشيرة إلى الهجمات التي كانت قد حدثت منذ أيام في ستوكهولم في السويد. يعني بيقول لك أنه في حوادث إرهابية لا يمكن التنبؤ بوقوعها ولا يمكن التعامل منعها أو صدها، وأشارت في اللي هي الصحيفة الإيطالية أشارت في البيان ده لما حدث في ستوكهولم منذ أيام من حادثة دهس إرهابية. إذاعة راديو إن بلو الإيطالية أكدت أنه لقاء البابا فرانسيس مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر دليل على أن الأديان جميعها تدعو إلى السلام، وأنها أمثلة بارزة لاتباعها في العالم ليسود السلام ويعم على العالم بأجمعه، كما أنها رسالة واضحة لخلق الجسور بين الأديان. إذن دي إذاعة راديو إن بلو الإيطالية اللي بتؤكد أنه أو يعني بتستخلص من هذه الزيارة المرتقبة فكرة أنه لقاء بابا الفاتيكان مع شيخ الأزهر الشريف هو لقاء هام جدا، وأنه يبعث برسالة إلى العالم تتحدث عن السلام واحترام الأديان وثقافة الاختلاف والاحترام أيضا في الاختلاف. نروح إلى لاستامبا الإيطالية، وهي صحيفة أيضا لها يعني باع في إيطاليا، سلطت الضوء الحقيقة على إعلان الرئيس مصر عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر في أعقاب الهجمات الإرهابية على الكنيستين، وأكدت أنه قوات الأمن ليها دور مهم جدا في الحفاظ على أمن البلاد، مشيرة إلى أن زيارة البابا فرانسيس ستجعل هناك أهمية كبيرة بنشر قوات الأمن وتفعيل الحماية المطلوبة لإنهاء الزيارة بنجاح دون أي محاولات للإيقاع بين الطرفين. وتاني يا جماعة لما نقرأ التصريح، احنا ليه مهتمين بالتصريحات دي؟ مش بس لان هي بتتكلم على انه زيارة بابا الفاتيكان ان شاء الله في موعدها، لكن كمان على ما بين السطور، اكررها ما بين السطور، عندما تتحدث صحيفة لاستامبا الايطالية وهي صحيفة ايطالية كبيرة ولها وزنها وشأنها، وتقول لك في نص الخبر كده انه زيارة البابا الفاتيكان قائمة في موعدها وانه مفيش تأجيل وانه قوات الامن في مصر هيبقى عليها دور تأمين كبير جدا عشان ما يحصلش وقيعة بين الطرفين، يعني بين الطرفين يعني مصر وإيطاليا أو مصر والفاتيكان، خلينا نقول مصر والفاتيكان أو مصر والمسلمين والمسيحيين، تقصد بيها ده وتقصد بيها ده، دي بتدل إنه العالم بره قاري إنه العمليات الإرهابية اللي بتحصل عندك دي الهدف منها إيه. عندنا كمان تقرير عن إكسبرس وده مهم جدا الحقيقة، وتقرير إكسبرس ده مهم كمان لأنه فيه تم الاستناد إلى مقالة كاتبة أمريكية بنعتقد أنها قايلة فيه كمان كلام مهم جدا. إكسبرس صحيفة إكسبرس البريطانية بتؤكد أنه مع اقتراب زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر المخاوف تتزايد. كاتبة كده الصحيفة بادية كلامها زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي أنه as ISIS look to purify Egypt of Christians، أنه جماعة داعش تتطلع إلى تطهير تطهير مصر من المسيحيين، ده طبعا نقلا يعني عن يعني كلمات الإرهابيين داعش وغيره التهديدات اللي طلعوا قالوها من قبل، فهي بادية حاطة الكلمات دي حاطة تهديد داعش ده من قبل وقايلة وبادية بيه المقالة بتاعتها دي إكسبرس. ذكر التقرير أنه مع اقتراب زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة تستمر مشاعر الخوف في التزايد إزاء بابا الكنيسة الكاثوليكية بعد الهجومين اللذين تزامنا مع احتفالات المسيحيين في أحد الشعانين. اللي أنا بقى بقول لحضراتكم عليه تمام هو ده. في التقرير اللي كتبته مقالة إكسبرس صحيفة إكسبرس البريطانية مستندة الحقيقة على انترفيو كانت عملته نينا شيانا، ونينا شيانا هي كبيرة الزملاء والباحثة المتخصصة في شؤون الأدياء بمعهد هيوتسون
او هاتسون. الحقيقه انه نينا كانت عامله انترفيو مع قناه فوكس نيوز الامريكيه الاخباريه الامريكيه، كانوا بيسالوها فيه على الوضع وكده، وكانوا بيسالوها هل الناس في مصر او هل الناس في الفاتيكان او هل العالم الكاثوليكي كله المفترض يبدا في الشعور بالقلق على سلامه بابا الفاتيكان وهو خلاص بيستعد انه يزور مصر خصوصا بعد الحادثتين الارهابيتين. ده كان السؤال اللي طرح الى نينا شيانا. لما الشبكة سألتها السؤال ده الحقيقة ردت عليهم، قالت لهم حاجة مهمة جدا، قالت لهم ثمة وضوح كبير أنه ربما سيبلون بلاء حسنا في هذا الأمر. هي بتقول أنه من الواضح أنه القوات الأمنية في مصر بتشتغل أن هم يعني يقدموا تأمين مظبوط وسليم إلى هذه الزيارة. أرضفت كمان نينا شيانا بتقول أنه لكنه اللي هو بابا الفاتيكان محتاج أنه ينقل إلى مؤسسة الأزهر منارة التعليم السني أنه الإسلام لا يقتل غير المسلمين. يعني هي نفسها نينا شيانا بتؤكد، بتقول أنه بابا الفاتيكان محتاج أنه يطلب من شيخ الأزهر يقول له لو سمحت وضح أكتر للعالم أنه فعلا الإسلام لا يقتل الغير المسلمين، ده لا عمره كان في الدين الإسلامي ولا في الثقافة الإسلامية ولا غيره، وإن دي كلها ممارسات إرهابية بحتة لا علاقة لها بالدين إطلاقا. فهي الباحثة الأمريكية بتطلب ده من بابا الفاتيكان وبتطلب ده من شيخ الأزهر الشريف. خلينا ناخد بعض الاتصالات الهاتفية المهمة جدا للتعليق معنا على هذه الأخبار والمتابعة. نبدأها بالأب هاني بخوم نائب رئيس اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان. أهلا بحضرتك يا أبونا. الأب هاني بخوم معانا يا فندم؟ طيب ناخد الأنبا دكتور يوحنا قلتا نائب بطريرك الكاثوليك في مصر. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك. نيافة الأنبا، يعني السؤال اللي بيأتي لأذهان الناس كلها لأنه دي كمان أعتقد أنها أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى مصر منذ عام 2000 لو أنا مش غلطانة في التاريخ. لا مظبوط. تمام. السؤال دلوقتي اللي بيجي على بال أذهان الناس كلها الحقيقة مصريين وغير مصريين، ما أهمية زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر تحديدا إلى الإخوة الكاثوليكيين؟ أولا أود أن أقول أن أول دولة في العالم العربي وفي الشرق الأوسط كان لها ممثل في الفاتيكان سفير يعني في الثلاثينات هي مصر. فإذا مصر من الدول المتحضرة الراقية التي تسعى دائما لإقامة الجسور بين الشعوب. ثانيا، زيارة البابا ليس فقط لمجرد زيارة أو لتشجيع السياحة في الدول الكاثوليكية، إنما زيارة البابا إعلان رسمي بأن مصر بلد السلام والأمان والأمن، وأن المصريين يا شعب لم يقم منذ 7000 سنة لم يقم بحرب هجومية إطلاقا في تاريخه، كان دائما الشعب الذي يسعى للسلام والحضارة والبناء. ثالثا، هناك في الفاتيكان في مدخل الفاتيكان أمام كنيسة القدس المسلة المصرية العريقة تنتصب في شموخ لكي تعلن للعالم تواصل الحضارات وتعلن أن الأسرة البشرية هي أسرة واحدة. أخيرا، البابا تقوية الجسور بين الشعوب، بناء حضارة الحوار، حضارة اللقاء، وليس أمام الشعوب كافة إلا التعايش في هذا الزمان وفي المستقبل. نعم. هل بتعتقد يا فندم أنه هذه الزيارة قد يكون لها أثر في حتى لو على المستوى النفسي بين الشعوب، بين شعوب العالم التي تتابع باهتمام الحقيقة هذه الزيارة المرتقبة إن شاء الله، هل تعتقد أنه ممكن يبقى ليها أثر في دحر صورة أنه مصر مليئة بالإرهاب أو محاولة لاستقرار صورة أنه مصر تحارب الإرهاب الموجود فيها
وعودة بقى مرة أخرى إلى المسلمات الحقيقة اللي احنا بطلنا نتكلم فيها، إنه ما فيش دين أبدا زي ما حضرتك بتقول بيحض على الإرهاب أو العنف، وإنه الأديان السماوية كلها بتدعو إلى السماحة، وإنه كل ما علينا فقط أن نتعلم ونعلم أجيالنا ثقافة الحوار وثقافة تقبل الآخر. تمام، لكن أعلنها بصراحة بأن الإرهاب سيفشل لا محالة. على مدى التاريخ قامت الخوارج في الشرق وفي الغرب، وقام أهل البدع وأهل العنف والقتل والحروب ولم ينجحوا. لا يمكن أن يسود العالم جماعة من الأشرار يذبحون ويقتلون. أقول لهم ستفشلون 100%. يا ليتكم تتعلمون من التاريخ ومن الماضي أن البشرية تجوع إلى السلام لا إلى الحرب. البشرية محتاجة إلى الأمن لا إلى العنف. البشرية أسرة واحدة من أصل واحد ومصيرها إلى خالقها. ربما يتعلمون يوما فزيارة البابا إعلان رسمي بأن الإرهاب فاشل لا محالة. لا محالة، لا يستطيع الإرهاب قطع علاقات الود والصداقة بين الشعوب. نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأنبا دكتور يوحنا قلت نائب بطريرك الكاثوليك في مصر. ومعنا على الهاتف الأب هاني بخوم نائب رئيس اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان. أهلا بحضرتك يا بونا. معنا تليفون يا شباب؟ طيب أنا بعتذر جدا، كنا حقيقة بس محتاجين نعرف جدول الزيارة لأنه باعتباره طبعا نائب رئيس اللجنة المنظمة لزيارة باب الفاتيكان، إيه جدول الزيارة؟ بس إن شاء الله لسه معنا وقت الزيارة 28-29، لسه معنا إن شاء الله الوقت إن احنا نعرف إيه جدول الزيارة. أنا بس عايزة أشير سريعا لكلمة مهمة قوي قالها مش قادرة ما أعديهاش وأنا تقريبا ما قلتهاش، كلمة ستيفن هوك. ستيفن هوك هو الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية. كان بيتكلم انه المسيحيين في مصر اظهروا مجددا، دي يعني مقصود بيها ممكن مره قبل يعني ترشح اصلا الفريق عبد الفتاح السيسي انذاك الى الرئاسه، ثم ومرحله 30 يونيو، ثم في السنتين الماضيتين. فستيفن هوك الحقيقه كاتب يعني ليه تصريح بيقول فيه انه المسيحيين في مصر عندما عادوا مجددا ليظهروا دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما عزلت المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في 3 يوليو 2013 بعد خروج مظاهرات حاشدة رافضة لحكمه، ومع ذلك انه استمرت انه لما ده حدث استمرت الاعتداءات ضد منازل المسيحيين ومتاجرهم ودور العبادة لهم. دي الحقيقة برضو نقطة مهمة جدا لكي نرى بس انه قد ايه العالم بره خبير في ربط الاحداث ببعضها البعض. يعني هو هنا ستيفن هوك وهو باحث ايضا امريكي مهم جدا وله مقالات وكتابات كثيرة جدا ممكن حضراتكم تشوفوها على المواقع التواصل على الانترنت. ستيفن هوك بيؤكد انه او بيربط الاحداث، بيقول لك المصريين المسيحيين، هم مش مصريين المسيحيين في مصر خرجوا من قبل وأيدوا دعمهم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خرجوا في 30 يونيو عفوا في مظاهرات حاشدة في الشوارع لجموع المصريين بيطالبوا فيها بالتخلص من نظام حكم الإخوان، وبالتالي أنه هنا في استهداف مباشر لهم. فده طبعا يعني يدي لك الصورة، هو مش قايل بس هو ده بيدي لك الصورة أو الانطباع أنه إذا من هو الذي يقف وراء هذه الهجمات الشرسة وراء المسيحيين سواء يعني بيوتهم أو دور العبادة أو غيره. دي كمان كانت نقطة مهمة قوي. إحنا إن شاء الله لسه فاضل أيام على الزيارة، وأيضا أي تطورات تانية هنوفيها لحضراتكم، وزي ما وعدتكم إن شاء الله قريبا نقول لحضراتكم إيه هو جدول الزيارة. الناس عايزة تعرف لأنه من المفترض أنه بابا الفاتيكان هيقابل ان شاء الله شيخ الازهر الشريف، وهيقابل دكتور احمد الطيب، وهيقابل مجموعه من القساوسه، وهيبقى ليه مجموعه من اللقاءات المهمه جدا. خلينا ناخد على الهاتف الاستاذ فادي فرانسيس عضو اللجنه المنظمه لزياره بابا الفاتيكان. يا اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم.
جدول الزيارة ايه يا فندم، وايه اهم اللقاءات اللي مفترض ان شاء الله نبابا الفاتيكان هيعقدها في القاهرة؟ زي ما احنا اعلنا قبل كده الامن العام الامير رئيس اللجنه المنظمه لزياره الرئيس بابا كان اعلن المؤتمر الصحفي واعلننا في بيان رسمي في اول شهر ابريل برنامج ان قدرته هيوصل يوم الجمعه 28 ابريل في مطار القاهره، وبعدين هيلتقي بعد ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم بعد ذلك هيلتقي الشيخ الازهر الشريف الشيخ احمد الطيب، وبعد كده هيقول كلمه في مؤتمر السلام العالمي اللي هو هيبقى موجود في كل القيادات الدينيه في العالم. بعد ذلك هيتوجه للقاء المجتمع المدني، ثم يختتم اليوم الاول بلقاء قداسه البابا جورجوس. اليوم الثاني اللي هو يوم 29 هيكون في بودابست، يعني بودابست الكنيسه الكاثوليكيه، وهيبقى فيه لقاء بالكهنه والكبير. القداس هيبقى فين يا فندم؟ في الكاتدرائيه؟ فين؟ لا ما حددتش الحجمه. ما تحددش، انا اسفه، فاكره حضرتك قلت. لا لا تمام، اتفضل. لا القداس الكنيسه الكاثوليكيه مش تمام تمام مفهوم. الكنيسه الكاثوليكيه. تمام. وبعد ذلك هيتوجه الى روما، هي الزياره هتبقى لمده 26 ساعه. نعم، يعني هي دي الرحلة إن شاء الله، وهذا هو الجدول المتفق عليه. هذا الجدول اللي هو الزيارة يمكن هي مدة 26 ساعة، هي مدة الزيارة كلها هيبقى. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال يا أستاذ فادي، بعيداً عن جزئية تنظيم الرحلة نفسها وجدول الزيارة اللي بشكر حضرتك إنك برضو يعني قلتهن دلوقتي. بتشوف حضرتك، أنا كنت لسه من شوية بستعرض بعض الصحافة العالمية وتحديداً الإيطالية وإزاي متناولة الخبر. خبر هذه الزيارة وتأكيد أنه هذه الزيارة بإذن الله قائمة في موعدها. في اعتقاد حضرتك يا فندم، ليه العالم بيهتم قوي بمثل هذه الزيارات؟ هل فقط لقيمة بابا الفاتيكان الدينية باعتباره الرمز الديني الأول للكاثوليك حول العالم، أم أيضا لأنه الأمور هنا تحدث على أرض مصرية، على الأرض المصرية، أرض الدولة المصرية اللي عارفين أنها محط أنظار العالم كله، بتحارب الإرهاب وخصوصا بعد طبعا الحوادث المؤسفة اللي احنا لسه خارجين منها، فاعتقادك إيه يا فندم؟ أولا طبعا يعني زي ما حضرتك ذكرت، هي الأهمية الكبيرة لشخصية قدرة بابا فرانسيس، يعني بابا فرانسيس رئيس دولة الفاتيكان، دولة الفاتيكان لها مكانة كبيرة في العالم. هي دايما بتنادي من اجل السلام والخير الانسانيه، ليها قيمه كبيره جدا. قناه الرؤساء في اجزاء الكنيسه الكاثوليكيه مليار و200 مليون شخص على مستوى العالم، او اكثر كمان من ذلك، يعني مليار و300 مليون، يعني مقارب مليون شخص اجزاء في الكنيسه الكاثوليكيه. معروف كذلك البابا فرانسيس بمواقفه من اجل السلام وبالاخص في الموضوع القضيه الفلسطينيه، واللي هو قام بزراعه شجره الزيتون في روما في العام قبل الماضي لما التقى بالمجال الرئيس الاسرائيلي الفلسطيني وطلب يبقى في سلام ما بين الدولتين. فالراجل دايما له مواقف يعني تنادي من اجل السلام والخير للبشريه، فهو يعني هذا يعني الراجل قيمه كبيره، فبالتالي الاهتمام الاعلامي بشخصيه البابا فرانسيس كمان، هو الرجل البسيط اللي هو دايما رمز للرجل الديني البسيط والشخص اللي دايما بيسعى دايما للخير في العالم وبينادي لحقوق الفقراء والبسطاء والمهمشين. فبالتالي الرجل ليه شعبيه كبيره جدا، وليه طبعا دايما بيتم التصديق عليه طبعا، لان الرجل ليه مواقف عظيمه جدا يعني انسانيه. مين اللي اختار يا فندم شعار زياره بابا الفاتيكان؟ بابا السلام في 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 مصر السلام، مين اللي اختار الشعار ده؟ لانه حقيقي رائع جدا، بقد بساطه كلماته بقد ما هو معبر، بابا السلام في مصر السلام. يعني اللجنه طبعا هي اللي اختارت، اللجنه المنظميه اللي اختارت الشعار، ولكن يعني زي ما حضرتك قلتي هو بيعبر يعني بكلمات بسيطه، لكن لا واقع السنه ان مصر دايما بلد السلام، الارض اللي استقبلت العائله المقدسه لما جت. نعم. المسيح يحتمي يجي الى مصر ليحتمي بها، فبالتالي قداسه البابا بيسير على رأس العائله المقدسه ايضا ليأتي الى مصر، ليأتي ايضا من اجل السلام وارسال السلام، وهو حريص جدا على هذه الزياره، يعني هذا الرجل يعني حريص ان هو يزور مصر. يعني يمكن خلال السنه اللي فاتت كنت التقيته مع وفد المسيح الشعبي، كنت في روما هناك، ف
فقررت ان انا سالته هل بتفكر وحيث ما تيجي مصر؟ قال لي طبعا وانا حاجه مصر قريب يعني، وده بالك مصر، هو الراجل مصر كمان ليها مكانه كبيره جدا عنده، وهو بيحب مصر، ولذلك هو كان حريص جدا ان الزياره تتم. ويعني يمكن يوم الاحد اللي فات بعد ما جالنا بقى انه في شهداء وقعوا في الاسكندريه وطنطا، في نص الصلاه طلب بالتعزيه والصلاه من اجل الشهداء اللي ماتوا. فهو دايما كان الصباح فرنسيسي يعني عنده اهتمام بأوضاع الجميع في العالم، يعني بكل الدول في العالم، وخاصة بيصلي من أجل كل الدول اللي بيحصل ممكن فيها أي دولة بيحدث على أرضها عمليات إرهابية أو فيها ضحايا بيسقطوا. نعم، هو رجل بيدعو دايما للسلام، وبيدعو دايما يعني للمحبة والمعايشة بين الجميع، يعني دايما هو رجل يعني دي رسالة السلام، فهو يعني هو رسالة دايما في العالم، هو دايما يتحدث السلام، والعكس هو أصر إنه يجي مصر، وهو يعني دي رسالة سلام كبيرة جدا، وإن شاء الله الزيارة دي تكون، وإحنا كلنا أيضا اطمئنان للعالم إن مصر آمنة، وإن مصر يا رب يا رب، واحنا كلنا ثقه يا استاذ فرانسي يا استاذ فادي انه حضرتك ان شاء الله، يعني حضرتك وباقي اعضاء اللجنه المنظمه لهذه الزياره واثقين انه حضراتكم هتوصلوا لقداسه بابا فرانسيس بابا الفاتيكان فرحه المصريين بانه جاي ان شاء الله، وبنرحب بيه. والحقيقه انه انا واثقه انه اعداد يعني ملايين من المصريين يتمنوا لو كان الوقت ولو كان الزمن يسمح كنا كلنا نروح كل واحد يسلم عليه ويحييه بنفسه. انا بشكر حضرتك. اه يا فندم، كل اطياف الشعب المصري كلهم يعني منتظرين زياره قناه بابا، يعني بدل من الرئيس السيسي تربطه بالبابا فرانسيس، علاقات مميزه جدا من اول ما التقى في 2014، وكذلك الازهر الشريف طبعا زياره عريقه، واللي تربط ايضا الشيخ رضيف بقناه بابا فرانسيس علاقات كبيره جدا، وخاصه ان الشيخ الطيب كان عنده السنه اللي فاتت في روما، التقى في روما، وكذلك برضه بابا تودروس بابا الاسكندريه وبطريرك قداسه المصريه قداسه بابا التقى برضه بابا فرانسيس في عام 2013 في ثوره اوليف مانسون البابا. فبالتالي يعني جميع اطياف الشعب طبعا الكنيسه الكاثوليكيه في مصر والكنيسه الكاثوليكيه التي وجهت الدعوه ايضا لقداسه بابا والبطريرك ابراهيم الحاج وجه ايضا له الدعوه. فبالتالي يعني هو جاي كل اطياف الشعب المصري منتظر قناه بابا، يعني يمكن الوقت مش كبير جدا، لكن الجميع منتظر هذه الزياره طبعا الاهميه. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ فادي فرانسيس عضو اللجنه المنظمه لزياره بابا الفاتيكان. ان شاء الله يا رب نعمل باذن الله ان تكون الزياره ناجحه سالمه مسالمه بها كل رسائل السلام والحب وتقبل الاختلاف وتقبل الآخر وكل القيم الحقيقة اللي طول الوقت بنقول لازم نرسخها نعيد ترسيخها مرة أخرى في أذهاننا وفي أذهان أولادنا، لعلهم يعني يحيوا في زمن أفضل من الزمن الذي نحن فيه. البنك الدولي الحقيقة طلع تقرير مهم جدا بيؤكد فيه تسارع نمو الاقتصاد المصري ل 5.3% خلال 2018، وانا عارفه انه هنا في ناس كثيره ممكن تستغرب يعني تقول لك ازاي الاقتصاد بيتحسن والاسعار حاصل فيه كده والتضخم اصبح يعني ياكل جيوب المصريين بهذا الشكل. خلونا نرجع للمؤشرات، وربما في حلقه لاحقه ان شاء الله نبقى نتكلم في الشان الاقتصادي ونتكلم في جزئيه انه قصد البنك الدولي، وحتى لو يعني البنك المركزي عندنا في مصر هنا او يعني يعني مؤسساتنا الاقتصاديه المنوطه باصدار التقارير تقول لنا او بتصدر بيانات تقول لنا ايه هي معدلات نمو الاقتصاد المصري وخفض الدين العام وكل هذه المؤشرات اللي بتخلينا نقدر نعرف احنا النهارده واقفين فين بالظبط. الحقيقه انه البنك الدولي بيؤكد انه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى، ودول المعدلين عندك 4.6% و5.3% في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019. البنك الدولي أصدر بيان أمس الاثنين أنه من المتوقع أيضا أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% من السنة الحالية في السنة الحالية 2016-2017 اللي بتنتهي طبعا 30 يونيو، وانه ده مدفوع بشكل رئيسي باستثمارات عامه وايضا صافي الصادرات اللي شهدت انخفاض من 4.3% في السنه السابقه، ودي كمان نقطه مهمه جدا.
في حقيقة تصريح بيؤكد أو رأي أو بعض الآراء بتؤكد أنه إحنا صادراتنا أعلى، لأنه لما انخفض قيمة الجنيه فبقى دلوقتي أي مستورد بره مصر خلاص بالنسبة له ده أحلى حاجة في الدنيا أنه يستورد من مصر دلوقتي، لأنه هو بيستورد دلوقتي بسعر قليل جدا بعد طبعا تدهور قيمة الجنيه المصري بهذا الشكل. دي نقطة. وزي ما بقول لحضراتكم يهمنا جدا كمان نطرح سؤال نقول نسأل فيه الخبراء ومن يعني هم على دراية بأمور الاقتصاد، إذا كانت هذه هي بيانات البنك الدولي وأن هناك انتعاشة في الاقتصاد المصري، لماذا لا يشعر بها المواطن؟ بل بالعكس، لماذا تزيد الأسعار؟ لماذا أصبح التضخم ينهش في جيوب المصريين إلى هذه الدرجة؟ طبعا التضخم هو ارتفاع الأسعار. تعالوا ناخد مع بعض على الهاتف، الحقيقة مش هنستنى الحلقة جاية، ناخد مع بعض على الهاتف الدكتور مدحت نافع نائب الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا دكتور. مساء. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور. احنا تقرير البنك الدولي بالامس يا فندم اللي صدر بيؤكد انه في عندنا نمو في الاقتصاد المصري بوتيره متسارعه من الى 4.6 و5.3% في السنتين الماليتين 2017 و18 و2018 2019. ده نبدا نشعر بيه امتى يا فندم؟ يبدا يسمع عندنا هنا بقى في الاسعار وقطاعات الاستثمار المختلفه في مصر امتى؟ طيب، بس الأول شيء من الإيضاح لما تناولته الصحف المصرية بأن البنك الدولي سيصدر إن شاء الله النهاردة 3 PM 3 يعني عصرا الورد إيكونوميك أوتلوك ل 2017. الورد إيكونوميك أوتلوك ل 2017. النظرة العامة للاقتصاد العالمي في 2017. ما يتم تناوله الآن من أرقام لم يصح عنها بعد، لكنها وردت في الأوتلوك الخاص بإبريل 2017 واللي تناول الاقتصاد المصري. إحنا بنجيب الأرقام والتقارير من الكنترول روم يا فندم. لا انا مش بغ... انا مش ب... لا اخفض الارقام اللي حضرتك جبتيها، انا جايب شكرا. انا بس برجع لاصل الخبر من تمام. الجرائد المصريه، يعني الجرائد المصريه بتتناول الامور من دون ايضاح، فانا بحاول اساعد من خلال نافذه حضرتك المحترمه نوصل للناس المعلومه طبعا. كامله طبعا، ما تبقاش منتقصه طبعا. بالحقيقه بالفعل التقرير ايجابي، والتقرير بيشير الى تحسن في الاداء الاقتصادي مشبوع بامور كثيره ومؤشرات كثيره. ما أريد أن أوضحه أن البنك الدولي لا يأتي بهذه الأرقام من عندياتي، هو يعتمد على البيانات التي ترد إليه من البنك المركزي في المقام الأول بالزبط. ومن الوزارات المصرية المعنية. بالفعل هو يرصد سيناريو أكثر تفاؤلا، لكنه يضع أيضا عشان برضو نوضح للناس ونوضح لصانع القرار المصري التشالنجز أو التحديات والمخاطر التي تعترض هذه الرؤية الإيجابية. على سبيل المثال، يعني حينما يتحقق مثلا نمو في نهاية السنة المالية الحالية ب3.9 هو أقل مما كان متوقعا، لكن هذا مفهوم ليه؟ لأن احنا دخلنا على خطوات إصلاحية كان لها تداعيات اقتصادية كبيرة اعترف بها الجميع، فربما كان ذلك وكان ذلك أيضا مشروعا بتراجع في حجم التجارة العالمية أدى إلى تراجع مثلا عائدات قناة السويس وما إلى ذلك وتحويلات العاملين أيضا في الكامل. لكن المهم ان احنا بنقول ان كل ده النمو بتاع السنه دي اللي هو هيصل الى 3.9% في افضل الاحوال هو مدفوع بشكل كبير بالاستثمارات العامه والانفاق الحكومي. كنت يعني تحدثت الى وزير الماليه في اخر مؤتمر دشن فيه الموازنه التقديريه 2017 2018، قلت له ان ما يقلقني ان الانفاق العام ينخفض، خصوصا الانفاق الاستثماري العام ينخفض لصالح تخفيض عجز الموازنه، ولاحظت ان ذلك قد يكون معوق لوقود النمو، وهذا امر لم يلتفت اليه البنك الدولي. فيما يتعلق بالرؤيه القادمه او لم يلتفت فيه على الاقل في تقرير ابتدي. فنلاحظ مثلا ان احنا وقود النمو يجي منين؟ استثمارات عامه او خاصه او استهلاك. احنا للاسف الشديد كنا معتمدين على الاستهلاك كوقود للنمو فتره طويله جدا. والانفاق الاستهلاكي نفسه تم تثبيته او تخفيضه بشكل كبير جدا نتيجه الاجراءات الاصلاحيه، يعني ضريبه القيمه المضافه، رفع الجمارك، فالاستهلاك بشكل عام قل. اقل غصبا عن الناس، مش عشان احنا عايزين يعني ندعم اقتصاد بلدنا، لانه الناس مش قادره تشتري السلع دلوقتي بالاسعار دي. صح كده، اذا هناك ما يحبط او يثبط الاستهلاك. طيب يبقى انا قدامي ايه؟ الاستثمار، عشان خاطر انا عايز النمو يحصل بقى، فانا قدامي الاستثمار، عندي استثمار عام واستثمار خاص. الاستثمار العام انا قللته بقى للسنه الجايه،
يعني اذا هذا الجانب توقود للنمو قل، يبقى انا قدامي ايه اللي فاضل؟ العنصر الوحيد اللي انا هشتغل عليه بقوه هو الاستثمار الخاص، ده اللي انا ممكن ابني عليه تصورات النمو والاحتمالات المقدره بانها تصل او تزيد عن 5%. يبقى انا ما عنديش بديل عن اني اجتذب استثمارات خاصه، وفعلا مؤشرات الربع الاول ل 2017 كانت جيده، وزادت الاستثمارات الاجنبيه المباشره بشكل كبير، لكن انا يهمني ايضا الاستثمار الخاص المحلي اكثر من الاجنبي بصراحه، لانه هو ده اللي بيضغط بشكل اقل على ميزان المدفوعات. يعني احنا دلوقتي لو عايزين ندي روشتة الى المجموعه الاقتصاديه، نطالبها بالاهتمام بالانتاج المحلي والاستثمار المحلي اكثر حتى من الاستثمارات الاجنبيه، لانها هي التي تدفع سريعا عجله المدفوعات، صح كده؟ اشكرك. ونزود على كده، مش بس انها بتدفع بهذا، انها كمان تخلق فرص عمل افضل، انها تحسن من مستويات الفقر بشكل كبير، انها تحسن مستويات او تحقق التنميه المستدامه بشكل افضل، والنمو الاحتوائي بشكل افضل. هي دي اللي احنا لازم نعتمد عليها، وانا سبيلي الى هذا مشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. الناس بتنسى متناهيه الصغر وبتركز على المتوسط. لا، في ناس يا فندم، حضرتك قلت نقطه في منتهى الاهميه. انا كتير الحقيقه عندنا هنا في صباح درين بنناقش موضوع المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر والمتوسطه وغيره. في ناس ليها اراء بتقول لك انه يا جماعه متناهيه الصغر دي ملهاش مردود كبير على الميزانيه العامه الموازنه العامه للدوله. الكلام ده صح؟ بتستوعب 80% من العماله، لو دخلت القطاع الزراعي 80% من العماله، يبقى بتساعد بقى عن طريق التشغيل والعماله. طبعا دي مهمه جدا. ازاي ان انا ما استخدمهاش اذا كان الصين بنت النموذج بتاعها على هذا النوع من الصناعات اللي احنا بنسميها صناعات غير السلم، اللي غرقت العالم صادرات. لكن انا اوفر له كل الوسائل اللي تخليه ينتج بشكل افضل، واللي تخليني احتويه جوه الاقتصاد الرسمي عشان يسمع عندي. يبقى انا احتويه، مش ان انا ادفعه ضرائب. طيب انا عندي هنا، واستفيد برضو من خبرة حضرتك يا فندم، انا عندي هنا تصريحين يعني قالهم الدكتور علي حجازي وزير التموين، عايزة معلش سريعا اخد رأي حضرتك فيهم بس نفهمهم، يعني نفهمهم بس. دكتور علي مصلحي كان قال مؤخرا حاجتين يعني مهمين قوي، قال لك انه ربما يدعو او يفكر في التسعيرة الجبرية، وانا عارفة انه موضوع التسعيرة الجبرية هنا ناس كتيرة جدا من الخبراء الاقتصاديين رافضين تماما، لانه كل ارائهم انه هذا يتنافى تماما مع اليات العرض والطلب واليات السوق، وان يبقى السوق حرا وما فيش حاجة اسمها انك تفرض تسعيرة جبرية. دي نقطة. والنقطة الثانية يا فندم على موضوع المقاطعة، كان الحقيقة ليه تصريح وده كنا هنقوله بعد شوية بس نقوله بقى بما ان حضرتك معانا على التليفون. كان بيقول انه المقاطعة قد تكون فعالة من وجهة نظري كمواطن. هنا برضو الناس بدأت تقول لك هو احنا بقى يعني وصلنا كده، هو يعني معالي الوزير طالع بيقول لنا يبقى احنا كده مش قادرين نعمل حاجة، خلاص قطعوا بقى علشان التجار يضطروا ينزلوا الأسعار. بتشوف القراءة دي ازاي يا فندم؟ طيب خليني برضو اعيد الجملة الشهيرة لاشهر اقتصادي او احد اشهر الاقتصاديين في العالم، ميلتون فريدمان. قال ايه؟ قال نحن الاقتصاديون لا نعرف الكثير من الاشياء، لكننا نوقن ونعرف كيف نصنع ازمة في سلعة ما. كيف نصنع ازمة؟ ازاي تصنعي ازمة بقى؟ ان تضعي لها سقفا للسعر، او تضعي لها سقفا اعلى او حدا ادنى. يعني التلاعب بالاسعار او وضع سعر معين او وضع تسعيره جبريه هو ما يخلق ازمه في اي سلعه في الدنيا. هتلاقي على طول السوق السوداء اتخلقت، هتلاقي على طول السلعه اتهربت واتباعت في سوقين، والسوق الموازيه والاسعار كل الكلام ده، كل شيء هتبوظ، كل شيء هيبوظ. طيب اذا ده حل فاشل، يبقى ده اول حاجه احنا بنتكلم فيها. لكن احنا بنقول في حلول كثيره وتناولناها في اكثر من برنامج، وطبعا قد لا يتسع طبعا المجال لمناقشتها دلوقتي، لكن على الاقل بس احب اسمع كده بالظبط الهيد لاين. على سبيل المثال تفعيل القانون. تفعيل القانون ازاي ان انا افعل القانون؟ مش هقعدش اقول اغير القانون زي ما كل شويه حد يطلع يقول نغير القانون. هنفعل اللي موجود الاول. هو القانون يعني موجود بس يتفعل يطبق. اوكي كده نلزم البائع انه يحط سعر. اللي بيحط السعر ده ما يقدرش يغيره كل يوم. هنعملها ازاي يا فندم؟ حضرتك متخيل يا دكتور مدحت مصر فيها داخلي 92 مليون دلوقتي، بالخارج مصر 100 مليون، وصلنا 100 مليون. حضرتك متخيل يا فندم عندنا كام 100 ألف بياع وتاجر تجزئه وتاجر جمله وسوبر ماركت ومحل. جميل. يبقى اذا انا اضع الضوابط الرقابيه بتاعتي وفقا لهذه المحدوديه. محدوديه ايه؟ انا عندي مفتشين قليلين، يبقى انا اضع ضوابط ذكيه تساعدني على ان اصل. طيب اذا قولا واحدا وهو القول الفصل من الناحيه الاقتصاديه، لا يوجد ما يسمى بالتسعيره الجبريه، ما ينفعش نطبق ده، والعالم كله ما ينفعش نطبق التسعيره الجبريه، لانه الباب الاول والرئيسي الذي يفتح على طول في الدوله لدخول الاسعار الموازيه والسوق السوداء وغيره، صح كده؟
طيب معلش دكتور مدحت الخط قطع، اتمنى ان شاء الله تكون معانا قريبا كده تقرا معانا الاقتصاد وتفهم تفهمنا الدنيا واقفه فين بالظبط بينا عشان نفهم برضو، لانه الحقيقه انه تصريحات وزير التموين دي لفتت نظرنا جدا جدا، وبمناسبتها جالنا اتصال من سياده النائب رائف تبراز عضو لجنه الزراعه بالبرلمان. سياده النائب يا صباح الفل. صباح الخير يا فندم. سمعت طبعا ان الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه كان بيتكلم على او كان بيعلق يعني على موضوع زياده الاسعار، وبيقول يا جماعه انه المقاطعه، بس عشان اكون برضو ايه مهنيا قلت تحديدا اللي هو قاله، هو ما قالش قطعه، هو بيقول المقاطعه سلاح ممكن يكون جيد جدا وفعال من وجهه نظري كمواطن. هل حضرتك كده بتشوف زي ما في ناس قالت التصريح ده انه ده بدايات الاعتراف انه هنا الدوله بترفع ايديها وبتقول انا ما عنديش خلاص حاجة أعملها، فأنتوا قطعوا بقى كجمهور وكمواطنين فالأسعار تقل إجباري ولا إيه؟ هو دلوقتي إحنا هنقاطع إيه؟ هو عنده إلا السكر والأرز والزيت الموجود عنده واللحوم، هنقاطع والأسماك. إحنا يعني الموضوع ده يعني بنتكلم فيه إن يعني وزير تموين إن هو يتكلم هذا الكلام، الكلام ده يعني بيخلي لنا الشارع النهارده المصري اللي احنا بنعول على هذا الوزير ان هو عنده المعرفه وعنده القدره على اداره هذه الوزاره، وان هو يقدر ان هو يوفر الرقابه ويقدر يوفر السلع التموينيه ويقدر ان هو يحارب الفساد ويقدر يحارب المهربين والمستوردين اللي هم بيستوردوا سلع يعني استراتيجيه ومش قادرين ان احنا نجرب عليهم. فكان ده فكره وفلسفه السيد الرئيس بتاع ان هو يجيب وزير التموين علي مصلحي لما له خبره، ولكن اخطأ في هذا الموضوع والتصريح اللي هو صرح به، لان الشعب المصري كان يريد منه ان هو يقول انا فعلا في خلال يديني ارقام خلال شهر او شهرين او ست شهور خمس شهور اربع شهور سيكون الاسعار في نازل، ولكن هو الكلام ده على العوام او على ان انا بيقول لي يعني ان انتوا قاطعوا او انا كمواطن وبغض النظر كمواطن بقول ان المقاطعه ممكن ان هي تحل المشكله، الكلام ده كلام طبعا هزلي وليس مرغوب من وزير تموين، وانا كنت اجل له كل تقدير واحترام انسان يديني ارقام وبيانات في خلال سنه في خلال ست شهور، احنا لما يكون نصبر على امل هنصبر، انما هذا موضوع واضح انه ما فيش صبر كده، وموضوع ان هو ادينا غير امل وادينا ان احنا بعدين ده حضرتك يعني حضرتك يا فندم يا سياده النائب، حضرتك يعني نائب في البرلمان ونائب محترم وكبير ويعني راجل سياسي وبتقول ده، امال حضرتك متخيل بقى وانا واثقه ان الناس في الشارع بتقابلك بتقول لك الكلام ده، المواطن بيقول لك يعني هو لما وزير التموين يقول كده يعني انا كمواطن اعمل ايه؟ اقطع ايه ولا ايه؟ هقطع لحمه ولا فراخ ولا البان ولا اجبان ولا اسماك ولا الزيت ولا السكر ولا ما يعني برضو والله الموضوع ده احنا طبعا في لجنه زراعه وري وامن غذائي لابد من حضور وزير التموين ووزير الزراعه لاخذ امر عاجل في هذا الشان، وان معرفه واطلعنا على كل ما يتم اتخاذه، وان احنا داخلين على شهر رمضان الكريم ولابد يكون السلع متوفره لكل المواطنين، واحنا طبعا متواصلين مع القوات المسلحه ومتواصلين مع وزاره التموين ووزاره الزراعه، ولكن هذا الكلام كلام يعني للمواطن ان هو يخليه ما عندوش امل، ولكن احنا زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه قال ست شهور هم بيخالفوا كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشان، عبد الفتاح السيسي الراجل قال انا ست شهور هيكون كل الاسعار مستقره وكل الدنيا كويسه. لو طبقنا التسعيره الجبريه يا سياده النائب ما تفتكرش ان الدنيا ممكن تمشي شويه او تتظبط وتتحكم شويه؟ التسعيره الجبريه هتخلي في سوق موازي، ولكن احنا عايزين رقابه صارمه، عايزين تكون محلات الموجوده يكون مرخصه، يكون نعمل حلقات يعني احنا ما نسيبش التجار ياخدوا من الفلاحين المنتجات بتاعتهم الطماطم والخضروات او الفاكهه ونديها للسيد التجزئه وسيد التجزئه يتغلى فيها، ولكن عاوزين تبقى اسواق وشوادر موجوده من داخل وزاره التموين ووزاره الزراعه عشان تحد من هذه المشكله، يعني انا ما اعمل كل حي او كل مركز شادر كبير، الحكومه هي اللي تاخذ من الفلاح مباشره ويطخ السوق، فمش هيكون في فرق سعر كبير وده ممكن يحل. طب الحاجات اللي موجوده دلوقتي مش كفايه سياده النائب؟ يعني عندك معارض القوات المسلحه اللي بتعملها تحيا مصر، عندك معارض وزاره الزراعه، العربيات المتنقله، السيارات المتنقله الكبيره، وزاره الاوقاف مثلا، وزاره الاوقاف كان في كلام انه في بروتوكول مضوب الفعل يطرحوا سلع مع وزاره التموين،
ده الموضوع ده هو معمول ولكن غير منظم، لان ممكن انا عربيه النهارده بتيجي بتاعه الاوقاف، هي مكانها بكره عربيه وزاره الزراعه، وفي مكان ثاني ما راحش فيه عربيات اصلا، يعني ممكن هم بيروحوا في اماكن القريبه من الوزارات او من داخل اسكندريه والقاهره، وليس في دماغهم القاهره واسكندريه، ولا باقي المحافظات الجمهوريه ما فيش حد بيجوب فيها من هذه السيارات الا قليل. فالنهارده وبعدين يا فندم هي كمان الفكره في حاجه سياده النائب، الفكره انه احنا قلنا يعني احنا فرحنا بالاول من كل الجهود دي، وقلنا انها شيء محترم جدا وجهود محترمه جدا عشان نساعد المواطن، المواطن اللي التاجر عمال يعني كل يوم يزداد جشعا عليه، المواطن يلاقي الدوله بتوفر له السلع دي، لكن ده ما ينفعش يبقى هو ده الحل اللي انا طول العمر امشي عليه. ما انا في النهايه لازم انظم عندي المنظومه الاقتصاديه واحدد اليات العرض والطلب، افتح السوق بالشكل اللي بيتناسب مع اللي عندي، يعني انا عندي في النهايه حزمة من الإجراءات الاقتصادية اللي المفروض كلها تطبق وعلى التوازي كلها، لكن ما ينفعش يبقى ده الحل، ما ينفعش يبقى المواطن كل ده بيقعد كل يوم يستنى عربية وزارة الزراعة اللي واقفة معرفش فين، يعني ده حاجة مكملة. لا احنا عايزين مكملة ماشي طبعا وشيء محترم، لكن احنا عايزين يكون شادر او منفذ بيع ثابت ده المستمر، ده ان وزارة الزراعة تجيب المنتج وتحطه زي اللي موجود في الاسماعيليه، وكنا صورناه في صباح دريم الحقيقه، ثابت وفي على السمك وعنده اللحوم وعنده كل حاجه. لا خلي بالك عشان انا تبقى مطمئن، مش هالصبح انا اقوم ابني ولا اختي تستنى العربيه، لا انا عارف ان الشادر موجود مش هيمشي، هو مستقر، فانا طالما مستقر انا مستقر في بيتي، انا طالما كمواطن عارف ان في شادر مستقر 24 ساعه، انا مش هطلع اخلي بنتي تخرج تدور في الشوارع على السياره هي امتى ولا مش امتى واعطل، وده اللي بنات بتدرس عايزين نعمل، طب هنعمل ازاي وانا قاعد اتنى ان انا اجيب اكل اليوم. فالنهارده لابد من تكاتف الجهود، وزاره الزراعه وزاره التموين، على ان هي توفر السلع الغذائيه المهمه للمواطنين وتديهم امل، تقول ان شاء الله في خلال شهر او في اثنين او في اربعه او في خمسه ان انا هيكون الاسعار بدا في النزول، فانتوا استحملونا واحنا نستحمل، انما تقول لي يعني انت نقاطع، انت موضوع يعني عبث وهذا كلام لا يليق. والله يا سياده النائب احنا انا يعني انا ما بقتش فاهمه ايه اللي بيحصل، يعني المسؤول بيبقى في الاول متحمس جدا وده الحقيقه في اكتر من مكان بصراحه شديده جدا، يعني بيبقى الاول في تحمس كده وبنقول اهي هتزق، اهو واحد عنده خلفيه اقتصاديه، اهو واحد عنده خلفيه تربيه وتعليم، اهو واحد فاهم مناهج يعني ايه، اهو واحد انا بتكلم عموما مش قصدي يعني ناس معينه، معرفش ايه اللي بيحصل بعد فتره كده هو نفسه بيحبط بقى، بيجيله احباط، انا يعني الحقيقه مش معرفش. نتمنى بس انه بجد يبقى في حلول جذريه وسريعه في الموضوع ده، لانه احنا دي حاجه تقريبا كل يوم بنقولها ومش محتاجين احنا نقولها في الاعلام، الشارع المصري بيقولها، المواطن ما بقاش قادر يستحمل غلاء الاسعار. بنشكر حضرتك على توجيه الضوء على مشاكل المواطن البسيط اللي النهارده عاوز سمك وعاوز زيت وعاوز لحمه والنهارده مش قادر، واحنا بنقول ان احنا مش قادرين ناكل لحمه وسط 140 جنيه، سمك وصل اكتر من 60 جنيه، ولا عارف ياكل فراخ ولا عارف ياكل لحمه، وكرتونه البيض بقت بحاجه و30 جنيه. نعمل حاجه للمواطن البسيط، انا بنزل الدايره بتاعتي ما كنتش عارف انزلها من المواطن، برفع لي بذات زيت فاضيه، برفع لي ورقه اللحمه فاضيه، يعني هو راجل صامت اتكلم مزاره صامته ان انتوا كمجلس نواب ما قدرتوش تعملوا لنا حاجه، وانتوا في ظل هذا المجلس الاسعار ارتفعت اضعاف واضعاف واحنا ما قدرناش نعمل لهم حاجه، وفعلا انا مع المواطن لان احنا فعلا ما قدرناش نوقف ارتفاع الاسعار، وهذا طبعا كل المواطنين بقول على هذا المجلس انه كان يقف في وجه الحكومه على ان تخفض اسعار السلع الغذائيه للمواطن البسيط. بشكرك جزيل الشكر سياده النائب رائف تمراز عضو لجنه الزراعه بالبرلمان. الحقيقه يا جماعه انه يعني لازم بس نتكلم بقى بصراحه شديده جدا، لانه امبارح يعني في جلسه قاعدين فيها بيتكلموا على الناس بتتكلم على الادويه، وده ودي قصه ثانيه ان شاء الله هيبقى لينا كلام ثاني في موضوع الادويه، تاني مش ثاني بقى عاشر المره الالف بقى، الادويه زادت ثاني او عاشر زي اليومين اللي فاتوا على فكره، ومفيش تصريحات ومفيش كلام حكومه ومفيش بتاع، ده احنا بقى كمواطنين انا عارفه علبه الدواء دي انا بقالي مثلا 3 4 شهور بشتريها بكذا وكذا، ده اللي هو كان اوريدي زايد عن قبله بكام شهر، الاسبوع اللي فات خميس والجمعه والسبت اللي فاتوا دول علبه الدواء دي زايده، ده يعني لسه بقى من الادويه كده، ولا والمره دي بقى ما فيش اي شو اعلامي اتعمل، يعني هو المره دي زودنا الاسعار ما اعرفش بقى معتمدين المواطن مش هياخد باله مثلا مش هياخد باله مش هيركز، يعني ده الناس كلها مركزه، الصيادله اصلا واقفين كله بيقول لك الادويه زادت،
صيدليات دلوقتي كبريات الصيدليات عشان حتى بس ما بقاش بنتهمهم، وده المفروض انه غلط. علبة الدواء مكتوب عليها الأسعار القديمة ومشطوب. أنا كنت في صيدلية يوم السبت وسألت الصيدلاني سؤال، بقول له على فكرة ده كده غلط، وأنا أنا أنا فعليا ممكن دلوقتي أعمل لكم محضر على فكرة، لأن ده كده غلط. الدكتور رد عليا قال لي يا فندم إحنا الأسعار بتتغير، إحنا مش لاحقين. ده رد الصيدلاني عليا، قال لي إحنا مش لاحقين أصلا نغير الأسعار يا فندم، إحنا كل ما نغير نطبع على الأسعار الجديدة تنزل أسعار جديدة بعدها، احنا مش لاحقين. انا عارف حضرتك كلامك صح، ومش المفروض موضوع الشطب ده نهيان عنه، المفروض يعني وزاره الصحه ومشدده عليه التفتيش، اداره التفتيش الصيدلي، لكن احنا مش لاحقين. كل وموضوع الشطب ده بقى يعني ظاهره منتشره على فكره. روحوا اي صيدليات، يا ريت الساده اداره التفتيش الصيدلي ينزلوا كده بعربياتهم مشكورين، يختاروا 5-10 صيدليات بس في اماكن مختلفه مش جنب بعض، معلش هنتعب شويه. شوفوا حضراتكم موضوع الشطب على الاسعار اللي حضراتكم من كام شهر كنتوا طالعين في منتهى الحزم بتتكلموا وتقولوا اي مواطن يلاقي دواء مشطوب على سعره يبلغ فورا. كل اغلب الصيدليات الاسعار مش ملحقين، عمالين بيزودوا الاسعار كل شويه. لا يا جماعه لا، في حاجه غلط في موضوع الاسعار ده. احنا عندنا خبر سريع كده هناخده ايضا. الفريق محمود حجازي الحقيقه رئيس اركان حرب القوات المسلحة التقى مع اللواء الركن محمد أحمد الخضر رئيس هيئة التفتيش العسكري الكويتي، والوفد المرافق لي. الوفد مرافق موجود حاليا في مصر، بيزور مصر حاليا، واللقاء الحقيقة تناول علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، وطبعا إيه هي الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الأركان أكد في اللقاء ده على عمق العلاقات الاستراتيجية اللي بتجمع مصر بأشقائها والتنسيق والتشاور المستمر لمواجهة التحديات المشتركة. اللواء الركن محمد أحمد الخضر أشاد من جانبه بالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة اللي بتربط الشعبين والبلدين الشقيقين وأهمية التعاون المشترك في الحرب ضد الإرهاب. دي كانت مجموعة أخبارنا. بعتذر أنه الوقت راح وإحنا لازم مباشرة نبدأ مع ضيوفنا الكرام ونتكلم على الجماهير ونصفر ونهتف بقى ونتكلم على عودة الجماهير المدرجات. هنشوف تقرير سريع دلوقتي. محافظة سيناء، أطلع بس التقرير. محافظة سيناء، محافظة شمال سيناء الحقيقة كان لي مجموعة من الزيارات لمطرانية شمال سيناء، و يعني قدم الحاجة اللي احنا الحقيقة بقالنا فترة بنقول عليها، انك انت محتار دلوقتي تقدم التعزية ولا تقدم التهنئة. هو الحقيقة قدم الاثنين في المطرانية، مطرانية شمال سيناء، قدم التعازي على شهداء الإرهاب وقدم التهنئة أيضا. في استقباله كان في الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، والحقيقة انه كان فيه لنا رصدنا هذه اللقطات، هنشوفها حالا مع بعض دلوقتي من هذه الزيارة. ويا ريت الحقيقة انه كل محافظ وكل مسؤول وكل مدير حي ينزل ويعمل الزيارات دي. لو فاكرين انها ما بتفرقش، لا هي الحقيقه بتفرق جدا. هنشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع مباشره نصفر ونهتف ونسال الجماهير عشان ترجع لمدرجات محتاجه مننا احنا بقى كجمهور ايه. صباح الدريم من سينا، من داخل بطرانية شمال سينا، وزيارة السيد الوزير محافظ وقيادات شعبية لتقديم واجب العزاء والتهنئة بعيد القيام المجيد. الخطاب الديني من النواحي الاجتماعية، من النواحي الوطنية، كلها تحتاج إلى مراجعة. وفي ظروف معينة تمر بها البلاد لازم يكون كل المؤسسات الوطنية يد بيد من أجل أن تحافظ على مصر ولا يؤثر فيها أي شيء من الأحداث العارضة. جايين طبعاً يعني نهني الأخوة والأشقاء المسيحيين على عيد القيامة، وبنقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وفي نفس الوقت بنعزيهم في شهداء الوطن اللي استشهدوا سواء في كنيسة ماري جرجس في طنطا أو الكنيسة القصير في اسكندرية. جئنا إلى هذا المكان في بيت من بيوت الله لنقدم واجب العزاء لإخوة لنا
جمعنا وإياهم مكانا واحد وبلد واحد، نستظل بسماء واحدة ونشرب من نيل واحد، نتألم لألم بعضنا بعضا ونفرح لفرح بعضنا بعضا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك حينما قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. جايين نقول لهم يعني الدم اللي سال من أبناء الوطن سواء كان من الأقباط أو المصريين، ده دم أبناء مصر كلها، وإحنا في وطن واحد ونسيج واحد وكلنا إيد واحدة إن شاء الله في مقاومة هذا الأحداث اللي حصلت. جئت مهنئا أم جئت معزيا؟ أنا أقول جئت إلى هذا المكان لأوجه رسالة. هذه الرسالة أقول عنها بأن الإسلام أمرنا بالحفاظ على الدماء أيا كانت ديانة المحافظ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكرنا في حديث حينما قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. إخواتنا المسلمين جايين يقدموا التعزية والمخلوطة بالتهنئة للإخوة للمسيحيين. إحنا طبعا بنشكرهم وبنشكر مشاعرهم، ودي رسالة بتقول إن المشكلة في مصر أو في شمال سيناء ليست هي مشكلة شعب مسيحي مع شعب مسلم، ولكن هي مشكلة إرهاب مع شعب مصري، ودي الخطورة. أنا في رسالتي عايز أقول أهم شيء دورنا إحنا مش في التعزية ولا التهنئة، لكن في التوعية. التوعية تبدأ من التعليم الجيد، الإعلام الأمين في نقل الرسالة، الخطاب الديني المعتدل، تصحيح المفاهيم الخاطئة، لأن المجهود الأمني وحده لا يكفي. أشكر كل القيادات وعلى رأسهم المحافظ، ونفسنا أن احنا نبقى إيد واحدة، نفسنا نحسس الناس دي أن احنا مهما هم يعملهم احنا إيد واحدة، مفيش أي تفرقة. طول ما هم شايفيننا إيد واحدة وخايفين على بعض وكده عمرهم هيقدروا يعملوا حاجة. هنفضل نسيج واحد ومجتمع واحد مهما حصل، مفيش حد هيفرقنا ولا يفرق بيننا. شريط طبراني، صباح دريم، شمال سيناء. يا صباح الفل مرة تانية على حضراتكم، وخلينا بقى نسأل السؤال اللي بنسأله لبعض كلنا، هو امتى بقى الجماهير ترجع تاني المدرجات؟ وهنسأل السؤال بطريقة مختلفة شوية، زي ما قلت في بداية اللقاء النهاردة هنسأل السؤال ونقول امتى يكون آمن أو يكون من الآمن على عودة إلى المدرجات. وآمن هنا لا نتحدث عن قوات الأمن، قوات الأمن ليها شغلها، هي شغلها بتصيب فيه بتخطئ فيه، دي قصة تانية. احنا بنتكلم عننا احنا، عن الجمهور. فين جماهير العائلات في المدرجات؟ فين الولد اللي كان الشاب اللي كان يروح بخطيبته، واللي بيروح بوالده ووالدته، واللي بيروح باخواته البنات، والشلة الكبيرة اللي بتروح تهيص وتتابع مع بعض؟ ده كان مش موجود ليه في الفترة الأخيرة جدا؟ ازاي نقدر مرة تانية نخلي الروح دي، الروح الحماسية، الروح اللي كان ليها يعني أكبر الأثر ربما مع التدريبات والاستعداد طبعا، انه نكسب مباريات، انه نكسب ماتشات، انه نستمتع حتى بلعبة حلوة، لعبة حلوة، لان اللعيبة جوه الملعب متحمسة جدا بهتاف الناس وتسقفهم وتشجيعهم ليهم. ليه دلوقتي بقينا بنشوف صورة اعتداء الجماهير على اللعيبة، نزولهم الى الملعب، ارض الملعب؟ ليه بقينا بنسمع عبارات مسيئة؟ ليه كل الكلام ده؟ ازاي نرجع تاني نشجع
ونقدر بقى يبقى لينا كده ايه بعين مفتوحه زي ما بيقولوا، ونطالب بعوده الجماهير الى المدرجات. ضيوفي الكرام اللي منوريني النهارده في صباح دريم، وسعيده جدا الحقيقه بالخلطه والكوكبه اللي معايا دول، مشايخ الكوره ومشايخ الجماهير ومشايخ تشجيع الكوره في مصر. خلينا نقول برحب بالاستاذ حربي محفوظ كبير مشجعي النادي الاهلي، اهلا بيك. اهلا بيكي ومتشكرين على الاستضافه، وان شاء الله يكون برنامج يعني هادف وتوصل المعلومه صح للناس يا رب ان شاء الله. والاستاذ رأفت محمد ياسين الشهير بالخواجه وكبير مشجعي نادي الزمالك، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، وانا حقيقه يعني النهارده انت لميتي كوكبه جميله، الزمن الجميل وان شاء الله هيرجع احسن يا رب ان شاء الله. وضيفي الكريم اللي نورني الاستاذ عادل شكوكو كبير مشجع النادي الاسماعيلي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك وبنشكر حضرتك يا فندم ان اديتونا الفرصه، يعني اتاحت الفرصه ان احنا نرجع ونتكلم ونقدم الحلول اللي ممكن ان شاء الله تكون سبب في عوده الجماهير يا رب ان شاء الله. انا عايز اقول كمان الاستاذ عادل هو المتحدث الاعلامي الرسمي للرابطه، لرابطه رابطة منتخب مصر. تمام. دي الرابطة دي فندم يعني ليها كيان قانوني؟ هل هي بتضم النوادي بشكل مختلف؟ يعني كلمنا بس دينا فكرة كده عنها من فضلك. تمام فندم، هي الفكرة أصلا بدأت من 2006 في عهد سيادة الوزير خالد عبد العزيز والمارسون الجميل اللي في التوقيت دوت اللي حضرتك كنت لسه بتتكلمي من شوية وبتقولي فين العائلات وفين الشباب، طبعا من بطولة أفريقيا 2006 أنا أهو، ثم 2008 غانا، ثم 2010 انجولا، وحصول منتخب مصر ثلاث دورات متتاليه على اللقب الافريقي. من هنا يعني قدرنا ان احنا نستحدث حدث، والحدث بيشمل كل الانديه الشعبيه. طبعا بيترأس الرابطه الحاج عصام محمود رئيس رابطه مصر ورئيس رابطه مشجعي الاتحاد السكندري، وبنتهز الفرصه وبعزيه في وفاه بنت اخته اللي وفاتها المنيه النهارده، بتمنى ان شاء الله تكون اخر الاحزان، بنقدم له التعازي باسم رابطه مصر وجماهير الكره المصريه. الرابطه حضرتك زي ما انا قلت بتشمل كل الانديه الشعبيه، بتشمل النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي ونادي الاتحاد ومصر المقاصه واسوان والشرقيه. بس انت انا هسالك سؤال، لما تكون اسماعيلي الهوى ماشي، يعني قلبك ودمك اسماعيلي، بص الخواجه بيضحك على طول بداها كده على طول ماشي، تمام. اسماعيلي الهوى والفكر ويعني روحك في الاسماعيلي، تمام. وتبقى عضو في رابطه في زي ما حضرتك بتقول فيها كل الانديه مع بعض، تمام. مفيش تضارب هنا؟ مفيش تعارض هنا؟ مفيش تضارب، لان احنا عندنا الهدف من انشاء الرابطه اللي هي انشات سنه 2011، الرابطه مشهره بتاريخ 29/09 زي ما قلت لحضرتك، توحيد الصف ونبذ التعصب. احنا ناس النهارده المفروض ان احنا بقينا خبره في مجال التشجيع، في اجيال طالعه المفروض ان احنا بنمدهم بالخبره، بنبقى موجودين كروابط مشجعين في الحزن وفي الفرح، بنسافر لبعض، بنواسي بعض، قريبين من بعض، على اتصالات دائمين من بعض، بنستقبل بعض في الماتشات سواء جوه النادي الاهلي او جوه نادي الزمالك او في اسماعيليه او في اي مكان كان. كان عندنا ماتش الشرقيه كان يعني الامن بيسمح او النادي بيسمح بعدد 100 او 200 فرد من خلال كشوفات بتتبعت للامن، كنا في استقبال الاستاذ عصام الجوكر رئيس رابطه نادي الشرقيه مع الاستاذ وجدي عليوه مع الناس المحترمين، وكنا قاعدين جنب بعض كلنا، يعني هناك ما كانش بيفصلنا، ما كانش في عسكري متواجد في وسطينا. هنا حضرتك بتقدري المجال الخبره كله والاحتكاك اللي احنا، يعني هقول لحضرتك ان احنا من 2006 واحنا مع بعض في استاد القاهره، 2008 كنا متواجدين ومسافرين بره مصر كلنا في فندق واحد في غانا وقدرنا ناخد البطوله، انجولا 2010 كلنا كنا موجودين مع بعض برضه في انجولا. خلاص بقى بيبقى الهدف دلوقتي ان انا بشجع منتخب مصر، خلاص بنسى بقى اهلي وزمالك واسماعيلي ومقصه ومقاولين عرب، بنسى بقى كل ده وبشجع حضرتك في اول حلقه. في اول حلقه انا هكمل لك بس بقيه الكلمه، هي الكوره للجمهور والمدرجات للمتعه، ده اللي احنا اتعلمناه، ده اهالينا طلعت ثقافتنا. انتمي للفريق اللي هو بتاع بلدي ده واجب لابد منه، انما حريه التشجيع دي مكفوله لكل شخص، لان انا ما اقدرش احكر اتولد لنفسه اهلاوي، اتولد لنفسه زملكاوي، اتولد لنفسه اسماعيلاوي، حته الانتماء دي غريزه بتبقى موجوده لاشباع رغباتي كمشجع.
طب انا عايزه ابدا كده مع حضراتكم، اعرف كل واحد في حضراتكم وانتم مشايخ الكوره في مصر ومشايخ التشجيع والجماهير في مصر، وزي ما الخواجه قال كنا في الاول بيقول يعني الزمن الجميل اللي ان شاء الله نتمنى ان هو يرجع طبعا. وفي زمن جميل في كل حاجه، في السينما والمسرح طبعا. والاوبرا ويعني فن كل طبعا. حاجه طبعا. كابتن حربي بقالك قد ايه بتشجع النادي الاهلي؟ بقالك كام سنه؟ يعني عدي ال 50 سنه، 52. انت بتشجع النادي الاهلي ومنتخب مصر؟ ومنتخب مصر طبعا، ما فيهاش كلام دي. بس هي يعني الرابطه دي كان في رابطه سابقه بس ما كملتش على ايام الله يرحمه الجنرال محمود الجوهري شيخ مدربين مصر. ده اللي كان هيعمل لو كان كمل وربنا اداله من العمر بقيه الله يرحمه، كان هيخلي في حاجه لشان تسمى ايه جمهور. كان ناوي يعمل حاجات كثيره للجمهور، كان محببنا نسى اللعيبه. وصلنا كاس عالم من 90، احنا لغايه دلوقتي ما وصلناش، من 90 27 سنه، عشان هو شال من جوه اللعيبه رغم ان كان في اجيال سابقه لجيل 90 افزاز، كل لعيب فاز، كل بلد، ما انا هقول لحضرتك، كل بلد كان فيها تيم فاز، اسماعيليه، اسكندريه، بورسعيد، المنصوره، المحله، جابت اجيال كره لن تكرر على التاريخ، وكانت الكره ساعتها بملاليم مش بملايين، ورغم ذلك ما وصلناش لان كانت الموجوده ابيض واحمر، فكانت بتتقسم في المنتخبات. الكابتن جوهر الله يرحمه شال ده حتى بين الجماهير، كان بيقربنا ويقعدنا وفي الفندق والتعامل، خلاص نسينا حته الانتماءات للانديه. المدير الفني للمنتخب عليه عامل كبير قوي في الاجواء، يعني معقوله مدير الفني للمنتخب يقدر يبث كل الطاقه والروح اللي انت بتقولها دي؟ هيخلي الماتشات، احنا في الاخر الدوري ده الهدف منه او الكاس انه يصب لصالح البلد، في النهايه يبقى عندنا منتخب قوي يمثل مصر في المحافل الدوليه، بطوله الامم الافريقيه وبطوله كاس العالم. اذا وصلنا كاس عالم ووصلنا بطوله امم افريقيه بنلعب كاس قارات، فبينطبق عليها بطولات. الدوري اهو شغال عشان يفرز الكاس، فهو المدير الفني لو نجح في دي ودخل جوه عناصر الناس دي وشال الحته بتاع الانتماءات الانديه هننجح ونبقى. ولعلمك احنا عندنا مواهب فزه، على سبيل المثال بيمثلنا يجي 10 محترفين ما كانش عندنا. كابتن صلاح، كابتن رمضان صبحي، كابتن النني، كابتن محمد عمرو ورده، في لعيبه من اسماعيلي محترفه، في لعيبه من المقصه محترفه، يعني ملايين بدا الانتشار كان بينادي بيها الكابتن جوهري. وهو عليه رحمه الله لو في اي لعيب النهارده ما تزعليش في التعبير راكب عربيه او بقى معاه راس مال لازم وهو بيصلي كده وبيسجد لله شكرا يدعي للكابتن محمود الجوهري. اي مدير فني بعد حضرتك يدعي للكابتن، خلى الاسعار على مستوى. قبل ما اروح للخواجه والاستاذ شكوك واسال نفس السؤال، بداتوا تشجعوا الزمالك والاسماعيلي من امتى؟ هاخد بعض الاتصالات الحقيقه اللي جايه لان الناس متحمسه جدا تشارك معاكم. خليني ابدا بعادل. صباح الخير يا فندم، اتفضل. صباح الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. تحياتي لحضرتك. ولحضرتك، اتفضل. الله يبارك لك. انا حضرتك معلم خبير تربيه رياضيه من 30 سنه يعني. تمام. وكنت مدرب سابق في نادي الاتحاد السكندري لفريق انسات كره طائره. تمام. بقول لحضرتك انا عندي شويه اقتراحات كده ربما يعني تبث روح السلام والمحبه في ملاعبنا. اتفضل سريعا بس اتفضل. الله يبارك لك. انا بص حضرتك انا عندي اقتراح في نقط كده عشان جماهيرك المنتظرينك. الدوري العام ينقسم لمجموعتين. ومعايا علم كده كنت تحدثت فيه مع الاستاذ ياسر في رئيس التحرير، هبقى اتصل بحضرتك عن طريق الموبايل اقول لحضرتك على العلم ده. فانا قسمت الفرق الدوري على مجموعتين، خدت بال حضرتك؟ يعني زي نظام كاس العالم اللي ان شاء الله رب العالمين مصر تكون موجوده فيه. تاني حاجة حضرتك المشجعين يبقى لهم نقابة وتعاملهم مع أنا دي كانت نقطة مهمة جدا الحقيقة. امبارح ناس كتيرة يعني كانوا بيتكلموا معايا في النقطة دي، بيقولوا لي لو في كيان قانوني نسميها بقى رابطة، نسميها نقابة، نسميها هو طبعا لو نقابة يبقى ليها طبعا الصبغة القانونية أكتر،
لو ينضم ليها كل مشجعين دي ازاي ممكن تأثر على الجماهير دلوقتي؟ دي نقطة مهمة انا هسأل فيها ضيوفي. في حاجة تانية بس اخيرا يا استاذ عادل؟ لا انت حضرتك مستعجل عشان ضيوفك الكرام وكده خلاص. انا بس حضرتك كنت عايز اتواصل مع الاستاذ ياسر بس. عايز حضرتك عايز رئيس تحرير البرنامج؟ ايوه انا كنت متواصل مع استاذ احمد صار يا فندم رئيس تحرير البرنامج، هو هياخد تليفونك حالا دلوقتي. حاضر خلاص فندم ماشي حاضر تحياتي ليك. دي كمان نقطة مهمة وأنا حاجلها لاحقا، موضوع ماذا لو تم إنشاء كيان قانوني له صبغة قانونية ويبقى بقى تابع لاتحاد الكورة، يبقى تابع لوزارة الشباب والرياضة، دي نتكلم فيها. بس عايز أسألك يا خواجة، بقالك كام سنة بتشجع الزمالك؟ أنا بسم الله الرحمن الرحيم من الستينات الزمالك واستهام، والدي خدني كنت صغير كسبنا 5-1 ابتديت بقى تعرفت بقى على النادي من مصر القديمة لميت عقبة بتروح اغرب مدرسه اروح اتعودت على النادي بقى، هو يعني حوالي يعتبر من 64 كده زمالك واستهام حوالي 64 اه شوف كم سنه يا ربنا يديك الصحه. انا عندي لا الماتش كان ما فكرتش تغير في خلال مسيره تشجيعك لنادي الزمالك؟ ما فكرتش تغير؟ لا بغير برضه بغير بس المنتخب. بص الاستاذ حربي بيضحك، بص هو بيضحك يعني مين الزمالك. سالت سؤال سأل لاي حد الحاجة الوحيدة في جمهورية مصر العربية في الرياضة الكورة. الكورة الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت فيها كل حاجة إلا المشجع. إلا المشجع والانتماء. ما هو المشجع منتمي والانتماء وهو الوحيد اللي صعب أنا بكرة أبقى زملكاوي. بس أنا ممكن أسألكوا سؤال، هي إزاي بتبقى ساعات سهلة بقى أو مش ساعات، هو ده يعني دي 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 شروط اللعبة، إزاي بتبقى سهلة على اللعيب نفسه؟ ازاي اللعيب، وده يمكن سؤال هتوجه بيه الاستاذ الاستاذ شكوكو بعد ما اسالك بقالك كام سنه بتشجع الاسماعيلي، هتقول لي وتقول لي بقى لو سمحت، نادي الاسماعيلي مثلا بيتقال انه كان عنده لعيبه اكتر من رائعين وانه تخلى عنهم لصالح انديه تانية وده فضل نادي الاسماعيلي، يعني في مازال طبعا في لعيبه بس فضل نادي الاسماعيلي، فحته الانتماء بقى هنا ممكن تحصل ازاي؟ ازاي بقى انا بلعب لنادي وخلاص بقى منتمي ليه واروح لنادي تاني؟ طيب انا هرد على حضرتك على الجزئيه بتاعت ازاي كابتن جوهر رحمه الله عليه قدر يوحد الجمهور المصري. كابتن جوهر كان ذكي جدا، اسطوره في مجال التدريب هتدرس لاجيال واجيال واجيال. كابتن جوهر كان مش مقتصر على انه معسكراته تكون جوه مصر، كان بيطلع بيجي اسماعيليه بيستعين بروابط المشجعين عن طريق كابتن علي ابو جريشه كابتن انوس، كان بيروح اسكندريه بيستعين بروابط المشجعين عن طريق كابتن شحت ربنا يديله الصحه كابتن بوبو، كان بيروح بورسعيد كان بيستعين بروابط المشجعين عن طريق كابتن مسعد نور كابتن سمير التفاني، الناس اللي هم القيمه من هنا بدانا كلنا نلتف حوالين منتخب مصر. الجزئيه اللي اتكلم فيها رز عادل دلوقتي اللي هو بيقول لك نقابه، لا احنا انا اسف لساننا اتدلدل في عهد اتحاد الكره السابق الاستاذ جمال علام اللي هو الراجل الجميل اللي بصراحة كان على تواصل معنا، استحدثنا حدث وهو اسمه لجنة شؤون الجماهير. لجنة شؤون الجماهير أصلا منا ما معناه ان ده يبقى احنا طلبنا من اتحاد الكرة بطلب رسمي ان لجنة شؤون الجماهير تبقى زيها زي لجنة الانضباط، لجنة المسابقات، لجنة الحكام، ويشرف عليها مسؤول من جوه اتحاد الكرة سي من الناس كابتن حازم امام كابتن سمير سيف زاهر اي مسؤول كابتن مجدي عبد الغني. مفيش حد للاسف عايز يتواصل معانا، كنا يعني هنبقى مشتركين بصيغه قانونيه لاننا رابطه مشهره والنهارده الدوله بتقول انا عايز اتعامل مع رابط المشجعين. يعني هل تتعامل لو احنا بنتكلم بنناقش اقتراحات بقى بالمره، هل تتعامل نقابه ان انا اي مشجع من حقه يروح يقدم ورقه ايا كان بقى هيطلب منه؟ لا لا يا فندم هي هتبقى حضرتك هتبقى منظومه، انا النهارده رابطه مشجعي نادي الاسماعيلي، انا النهارده معترف بيا من قبل مجلس اداره نادي الاسماعيلي، في تعامل بيتم معايا. يعني لازم يبقى عن طريق الرابطه الاول. ما هي يا فندم اللائحه الجديده بتاع الاتحاد الدولي والحاجات الجديده اللي عماله تظهر وللاسف احنا متاخرين بنطبقها متاخر، زي كده الظاهره بتاعت الالتراس، ظاهره الالتراس اللي موجوده حاليا دي الهوليجان في انجلترا 1930، احنا شوفي بنقلد 2007. الناس عندهم افكار، ما حدش سمع للشباب، الناس بعيده، الاحداث اللي بتحصل مش مخليه حد منقرب من حد، يعني عايز اقول لحضرتك رابطه مشجعي النادي الاهلي، رابطه مشجعي نادي الزمالك، رابطه مشجعي نادي الاتحاد، رابطه مشجعي نادي الاسماعيلي، رابطه مشجعي نادي المحله، رابطه مشجعي المنصوره، السويس، مصر المقص، المقاولين العرب، اي كيان لروابط مشجعين من حقه ان هو بيرشح
مندوب من كل رابطه. بنعمل مجلس زي ما احنا شكلنا مجلس. المجلس بتاعنا بيتكون من 13 فرد. طيب المندوب ده هيعمل ايه؟ المندوب ده هيعمل ايه؟ مهمته ايه؟ المندوب ده هيبقى مفوض من قبل مجلس اداره نادي الاسماعيلي. ماشي. في عادل شكوكو. الراجل ده بتاعنا يا جماعه، والراجل ده والخواجه في الزمالك، واستاذ حربي في الاهلي، وهكذا. المفروض بقى يبقى راجل مسؤول من جوه اتحاد الكوره، يبقى مشرف على لجنه شؤون الجمهور. وانتوا دوركم انكم بتنقلوا بقى لاتحاد الكوره طلبات الناس ايه، وطلبات المشجعين ايه، وعايزين ايه وكده. انا بقى بتكلم دلوقتي على نقابه او كيان قانوني، وده اقتراح مش بس المواطن الكريم قاله، كنت بقول لحضراتكم كنا هنتكلم ضروري فيه، اقتراح بانشاء كيان قانوني يضم كل المشجعين. ماشي يا فندم. فبقى انا النهارده عارفه انه انا بديلك صلاحيه وبديلك صبغه قانونيه، بس في نفس الوقت انت عليك حقوق وعليك واجبات. مظبوط. فبقنن الموضوع هنا. وقد تكون مثلا يعني امبارح بدردش الحقيقه مع ناس قرايبي شباب في سن الشباب، فبيقولوا نعمل ومتحمسين وبتاع، فبقول لهم طب يعني هنحكمها ازاي؟ بيقولوا لي ممكن اما انها تتعمل بسن التخرج، تقترن بسن التخرج من الجامعه، او تقترن بسن 21 سنه مثلا. لا كان. قبل الكلام اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده لازم قانون رياضه. قانون رياضه اللي احنا منتظرينه لينا النهارده 3 4 سنين. حضرتك قلت زي ما ليا زي ما عليا. يطبق القانون من الكبير للصغير. يعني حضرتك لما النهارده بتروحي تعملي بطاقه شخصيه بتقدمي استماره بتحطي فيها بياناتك، بتروحي تعملي جواز كذلك، برضو انا لما اجي اخش استاد لازم اخش عن طريق استماره بحط فيها بياناتي، بيتعمل لي كارنيه من خلال مجلس اداره نادي الاسماعيلي تحت بند مشاهده مباريات او منظم مباريات، ده يبقى معترف بيه. انما انا مش هجيب حد مجهول من الشارع انا ادخله الاستاد واتحمل مسؤوليته، زائد ان التكنولوجيا يعني حضرتك النهارده سياده الوزير بيتكلم في 6 استادات دول اللي يصلح بس يتعمل فيهم ماتشات واستقبل فيهم جمهور. طيب حضرتك النهارده ماتشات منتخب مصر، احنا كنا في الماتش الاخراني اللي موجود في برج العرب غانا اللي كسبنا فيه 2-0، المفروض ان استاد برج العرب دوت يكون على اجمل وجه. عايز اقول لحضرتك ان انا من الكاردون دخلت بتذكرتي، محدش قال لي رايح فين، لغايه ما دخلت جوه النادي البوابه الالكترونيه المفروض ان انا بعدي عليها مش شغاله. الناس كانت بتنط من على السور. ده كان في ماتش ايه يا فندم؟ كان ماتش غانا يا فندم 2-0، وبرده كان في تكدس. النهارده حضرتك بتتكلمي ان النهارده انا مش عارف ادخل جمهور ومش هتحمل مسؤوليه جمهور، لا انا ما بقولكش دخلي ناس وقنن الوضع، دخلي اعضاء جمعيه عموميه، دخلي عائلات، دخلي شباب. طب ما هو دلوقتي خليني بقى انا اشك في حاجه، ما هو دلوقتي برده قول لنا رايك يا كابتن حربي، المفروض اللي انا فاهماه انه الاتحاد الافريقي من ضمن شروطه انه لازم يكون في جماهير. يا عم عندنا طوارئ، عندنا مشاكل امنيه، عندنا بتاع، اقول لك ماليش فيه، ماليش دعوه. مزبوط. لازم شرط اساسي انه يبقى في جماهير موجودين. فجينا احنا فكرنا فيها بطريقه ثانيه وعملنا ال 5000 مشجع وتم اختيارهم عشان نبقى عارفين الناس دي، يعني ضامنه ان هي مش هتعمل مشاكل، مفيش خناقات، مفيش الكلام ده. رايك ايه يا كابتن؟ بص سعادتك، هو اللي حضرتك بتتكلمي، انت بتتكلمي في شقين، في دخول جمهور وموضوع النقابه او اللجنه او بص سعادتك، بالنسبه للجمهور ما تقوليليش كل حاجه الامن. الامن طرف ورئيسي، واللي مش هيقبل يبقى امن يبقى بطل، ما يروحش ناحيه الاستاد. ادي احنا بنشوف الاحداث والناس الخبثاء والناس المندسه والعناصر الفاسده بتندس في التجمعات. فلو مفيش امن ويساعدوا كمان قوات مسلحه يبقى مش هتبقى في كوره بجمهور. واللي يعترف بكده يبقى ده هدفه انه يشوف المتعه ويشاهد الكوره ويخش الملعب. اللي يختلف على ذلك يبقى ليه اهداف غير الكوره خالص. ده بالنسبه للشق بتاع دخول الجمهور لازم وبند رئيسي. وما فيش حاجه اسمها مش هنقدر ندخل، لا هنقدر، ولو عايزين هنقول عشان ما حدش من بره ينتصر. لا وبعدين هو انا عندي بلاد فيها بقى حرب حقيقيه، حرب وفيها كرة. يعني طيارات حرب وفيها ماتشات كوره. العراق ما بيحصلش فيها. سوريا والعراق والبلاد دي وتونس يعني. وبالمناسبه انا يعني بنحييك النهارده على الاخبار بتاعت زياره البابا طبعا بتاع الفاتيكان دي فيها مكاسب جامده جدا ان شاء الله. اولا رواج سياحي جامد قوي بنزول هذا الرجل، واحنا بنرحب بيه باسم الكرويين وباسم مصر وباسم الشعب. ونسينا احنا الكلام خدنا في الكوره، نعزي اخواتنا الاقباط.
في تعزينا اليوم في الشهداء بتاعتهم، ونعيد عليهم كل سنه وهم طيبين، لان احنا كلنا في الاول والاخر مصر، مصر ومسلمين. طيب مصر. هرجع لك تاني اخد رايك بقى في موضوع الكيان او النقابه قبل ما اروح لكابتن خواجه بنفس السؤال، بس اخد معلش مع اتصالات معانا برضو. جمعه اتفضل يا فندم. استاذ جمعه، طيب معلش حاول تتصل بينا مره تانية، وبعتذر للناس اللي قعدوا معانا على الخط مده طويله جدا. اتفضل يا فندم. نعمل نقابه يعني بالطريقه او بالشروط والمواصفات اللي قال عليها هو الاولى، لان انا ارجع شويه للمرحوم مايسترو مصر الكابتن صالح سليم. نشي فريقنا مع ربنا يديله الصحه الكابتن عادل القيعي والله يرحمه، الاستاذ عبد العظيم سند. الكلام اللي بقوله لسعادتك من 30 سنه تعبوا عقبال ما جابوا موافقه ان يبقى في رابطه مشجع النادي الاهلي. كان بيتطلب حاجات اول بند فيشو تشبيه. فالكابتن عادل قال له ده كوره، قال له طب افرض عمل لي، شوفي بقى سابق سنه بقد ايه، افرض عمل لي نايبه جوه هتسال عنه مين هو؟ اجيبه ازاي؟ فزي ما بيقول عادل لازم عشان تبقى في نقابه لازم ليها اسس ومعايير كله لا يختلف عليها. ثانيا انا بطالب بيها باسم سعادتك وباسم، وبشكر الاستاذ عادل ان نوع عنا النهارده في بعض ناس مشجعين حصل لهم حوادث ربنا يتولاهم، وفيهم ناس مش متامن عليها فبيبقى منظر وحش. يعني في اتنين، واحد مشجع اهلاوي وواحد تاني اهلاوي، الناس كلها لعيبه كتير كانت تعرفه، كان بيقول اسماء اللاعبين في ملعب بتروسبورت يعني اذكر اسمه بعد اذن حضرتك، وكان بيقدم اللعيبه والتغييرات وكلام من ده، حصل له بتر بقى جالس في البيت. طب مين يساله ده؟ مين يعوله؟ فهي مطلوبه. انا بشكر سعادتك عليها ان انت نوعتي واديتينا الفرصه، لان الحاجه دي هتشيل على الناس. ليه متاثر قوي كده يا كابتن حربي؟ الجو العام في مصر وحش. واحد عشان يكلم لعيب يقول له عايز كرسي، يقول له ما فلان جاب لك، بيتسول هو مشجع. الناس القاعده دي صنعت نجوم، صنعت نجوم، في نجوم في مصر، نجوميته زادت بتشجيع الناس دي. صح، وده عب. بس تشجيعكم ده يا استاذ حربي كان ليه طعم مختلف خالص وكان ليه شكل مختلف. وانا بقى حتى وانتوا في عز زعلكم، في عز زعلكم من اللاعب ولا من الاتحاد الكوره ولا من النادي، حتى عمرنا ما كنا بنسمع عبارات بذيئه ولا كنا بنسمع ولا ضرب ولا كذا ولا كذا ولا كذا. انا بص ساعتك يمكن دلوقتي انا دلوقتي بقى الحال اتغير يا استاذ. ما هو اتغير، بس اتغير ليه؟ عشان في منافع. ما تزعليش، قانون الاحتراف اتطبق غلط في مصر، الاحتراف وضر انديه كتير. وبص البيزنس لصالح ابيض واحمر فقط، البيزنس غلط بصراحه. مش عايزين نذكر الشارع الاسماعيلاوي. اسمع منك طبعا طبعا، انا يهمني انا، فانا اذكر بس اسم الراجل ده عشان ناس كتيره لعيبه تعرفه، اسمه ريشه، وفي واحد تاني اسمه محمود هوجن، وفي ناس كتير منظر مشجع يشجع 50 سنه. احنا احسن من غيرنا، مش هنقول حاجه، مش بنقول كده عايزين حاجه، بس على الاقل الناس دي الناس اللي عانت كده بعد 50 سنه يتم النظر لحالها، يقف يكلم لعيب من دور عياله عشان يراضيه. فلو اتعملت اللي انت بتقول عليه، انا متاثر معلش، لا ولا يهمك، لو اتعمل اللي انت بتقول عليه انا بس عليه، انا عايزك تهدى كده، شيء من الكرامه. طب تيجوا نشوف البرلمان ممكن يساعد ازاي في ده؟ تعالوا نسمع على التليفون، تعالوا ناخد على التليفون المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان. يا باشمهندس صباح الخير يا فندم. معانا التليفون يا شباب؟ أو التليفون فيه مشكلة يا شباب النهاردة؟ طيب. طيب. معلش احنا هنحاول نوصل للبرلمان نعرف ايه المشكله فيه، بس انا انت عايز تعلق، وبعدين انا عايز اعرف موضوع الاحتراف ازاي هو الاحتراف الخطا في مصر اللي بيقول عليه كابتن الاستاذ شكوكو، ازاي هو اللي وصلنا للي احنا فيه النهارده. على حاجه بتاعت الحرب قال لك على الناس لما كبرت الناس بتوعنا دي، يعني شوفي حاجه، يعني بص بعد التشجيع منتخبات ونجري، انا عندي 62 سنه طول عمري، طول عمري من ايام من قبل كمان، يعني الجهر هو اللي عملنا الربط، واجري هنا واروح هنا والزمالك وكل ده عايش ايه، وولادي في الجامعه بنت وولد،
محدش انقذني من يومين دول. وبكلمك جد على الموقف ده اللي سدت المستشار من سنه قال لي ازاي تعيش ازاي؟ قلت له عايش. عيني في نادي الزمالك. قال لي عشان سنك ما ينفعش تقف تاخد حاجه، انت رمز تشجيع في مصر ونادي الزمالك. ادي بقى يعني الناس الكبار دي زي ما قال كنا نعمل رابطه. بس يعني ايه تاخد حاجه يا فندم؟ انت مش بتروح تشجع، بتشجع علشان انت منتمي للنادي ده. يعني ايه؟ رغبات تكبر. ايوه انت انتماء وحب وكل حاجه. في بقى حته النقابه دي سعادتك او حته لجنه او حته زي ما بيقول عادل تنتمي. لو احنا كمشجعين قدام بداناها وطلع جيل جديد كمل فيها وان شاء الله العضويه برمز في يوم من الايام يبقى في صندوق يتكفل بالحاجات اللي زي دي. طيب اسمحوا لنا ناخد اتصالات. ناخد من مطروح فتحي. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. الجمهور المفروض يرجع عشان الجمهور. وطي التلفزيون يا فتحي جنبك. قول لي. الو فتحي اطفي التلفزيون خالص. طيب النهارده واضح ان الخط فيه مشكله. خلينا بقى ماشي نرجع لك بقى واحده واحده كده. اشرح لي اللي كنت بتقوله. قانون الاحتراف وقواعد الاحتراف اتطبقت غلط في مصر وهي السبب في المشهد اللي احنا فيه، المشهد الكروي اللي احنا فيه النهارده. اولا يا فندم انا عايز اقول لحضرتك ان انا فخور جدا وراسي مرفوعه لان سبب قعدتي مع حضرتك نادي الاسماعيلي وليا الشرف. ناشئين اسماعيلي الجيل الكابتن محمد صلاح ابو جريشه والكابتن سيد السواركي والجيل العظيم كابتن محمد ابو وهاب. كنا جيل بقى كلنا مع بعض، بتخلص مدرسه بنروح التمرين. في اللي قدر يكمل، في اللي حصل له ظروف، في اللي كان عنده اصابه، كان اصابه رباط الصليبي كانت مشكله. اللي كان بيجي رباط صليبي ده كان بيبطل. دلوقتي الرباط الصليبي بيروح يتعمل في الارزاق في ثلاث دقائق. بيتعالج ثلاث دقائق بيتعمل. فالكوره حظوظ. فانا طبعا حته ان انا اكمل في مجال الكوره ما كانش في اتاحه الفرصه، بس فكرت بشكل تاني ان انا اخدم النادي الاسماعيلي من خلال المدرجات. بالظبط كده. واخده بال حضرتك؟ تطلع نفسك من مربع اللعيبه وتدخل للمدرجات بقى نفسها الجمهور. بالظبط. قانون الاحتراف ضر انديه شعبيه كتيره. اعملي لي احصائيه حضرتك بالورقه والقلم، شوفي لي كم نادي شعبي في الدوري الممتاز. كم نادي شعبي في الدوري الممتاز؟ كلها مؤسسات وشركات. عمالقه الانديه في كره القدم وقعوا. على سبيل المثال نادي الاولمبي، نادي الكروم، نادي المنصوره، نادي المحله، منتخب السويس، غزل دمياط، الترسانه بيعاني من الهبوط. هينزل للدرجه الثالثه، الترسانه اللي جاب العظماء كابتن حسن فريد، كابتن شاذلي الله يرحمه، كابتن محمود حسن، مصطفى رياض يعني في حاجه غريبه بتحصل في الكوره. النهارده قانون الاحتراف اللي اتطبق في مصر اتطبق كده يعني يلا نحترف. لا مش كده. بتشوفي حضرتك الدوريات الاوروبيه او الدوريات الخليجيه النهارده في مصر اطبخ ايجار كلف يا سيدي. النادي الاهلي بشانه بكيانه بتاريخه، نادي الزمالك بتاريخه، في لعيبه يا فندم وديك امثله بيروحوا ياخدوا بالخمسة مليون والستة مليون مش مهم عنده انه يلعب. اما تيجي تكلمين انت ست نادي الاسماعيلي ليه؟ انت كان نجمك عالي عندنا، انت كنت نجم، انت كنت هداف الفريق، وكان ايه؟ وكانت الدنيا وكان منتخب مصر اساسي. النهارده في لعيبه راحت نادي الزمالك قاعده على الدكه ما بتلعبش. محمد مجدي بتاع المصري اللي هو كان ماشي بخطوات ثابته في نادي المصري، محمد مسعد بتاع النادي المصري، سعد حسني، احمد جعفر، شوقي السعيد، لعيبه صلاح ريكو اللي كان نجم في اتحاد الشرطه. اللعيبه النهارده بتفضل الفلوس مش مهم يلعب كوره. هل يا فندم ممكن خواجه هل شايف انه اللي الكابتن شكوكو بيقوله الاخطاء اللي حاصله دي بيلميها بيها مين؟ اتحاد الكوره بس ولا الانديه كمان؟ ان كل نادي مش انا يعني كنت لسه بساله من شويه بقول نادي الاسماعيلي الناس بتقول لك اتفضى خلاص اغلب الناس اللي فيه الحلوه الجامده جدا راحت لنوادي تانية. والله يا الماده برضه الفلوس. ما النهارده ايه يجي لي الاهلي يديني 6 مليون وبلعب في الاسماعيلي بمليون يبقى اروح الاهلي. النهارده بقت كره القدم يعني اقتصاد. عايز هاخد خلاص يعني هيعمل ايه؟ هيقول لك كل اوروبا كده. شوف الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي كله. بس هنا بتبص تلاقي الاسماعيلي عنده ست لعيبه ولا خمسه متكل عليهم والاهلي ولا الزمالك يجري وراهم بيروح واقع.
الزمالك والاهلي امكانيات والشركات اللي في دلوقتي وعدد اكتر وكده، لكن اكتر هي دي عارف الاعتراف. شوف يا فندم انا هديك مثال بسيط، مين كان يعرف سيد معوض؟ مين كان يعرف اسلام الشاطر؟ درويش. مين كان يعرف محمد بركات؟ مين كان يعرف الجيل ده كله؟ الأندية كل لعيبه دي كانت بتلعب كلها في انديه درجه ثانيه. ليه النادي الاهلي ما اكتشفهم زي ما الاسماعيلي؟ احنا عندنا العين الثاقبه، عندنا ناس ليها، حتى الكرة الشراب اللي كانت بتتلعب في الميادين والشوارع كنا بنطلع منها نجوم. كنا بنطلع منها نجوم. المدربين بتيجي تتفرج على لعيبه كرة الشراب، انت اخر مره تلعب على الاسفلت، بكره تقابلني في النادي، كان بيعمل منه نجم. النهارده حضرتك مفيش فرصه، حتى حصه الالعاب اللي كنا بننتظرها في المدرسه ونروح بلبس الرياضه ونستنى المدرس بتاع التربيه الرياضيه عشان ننزل نلعب نضيع، ما حدش الكلام ده كان في زمان. منتخبات المدارس كان في دورات بتتعمل. النهارده حضرتك الجيل اللي طالع ده كله ما عندوش ثقافه في التشجيع، ما عندوش ثقافه في الوعي، ما عندوش ثقافه بيمشوا على التلفزيون. انت تتكلم على جيل اللعيبه ولا جيل الجمهور؟ جيل الشباب الجمهور. الجمهور. طب انا بقى جيل الشباب الجمهور ده اللي يخليني اروح بقى للروابط اللي موجوده دلوقتي، وانا مش عايز اعمل مقارنه لان هي المقارنه هتبقى اكيد ظلمه ان انا اقارن بين زمن جميل كده زي ما احنا بنتكلم عليه وبين زمن دلوقتي فيه صعوبات وفيه تحديات وكده. انا كان نفسي فتحي اللي كان بيكلمنا المطروح لان صوته شاب صغير، كان نفسي لو يحاول يتصل بينا مره تانية واسمع صوت الشباب برضو. لكن الالتراس والوايت نايتس وكل بقى الشباب دي ناقصها ايه يا فندم علشان تبقى بتعبر بالحماسه الحلوه بتاعتها اللي هي بتعبر بيها، بس تبقى رابطه اكتر بينها وبين اللعيبه وبينها وبين اتحاد الكوره، ناقصها ايه؟ المسؤولين في الدوله يسمعوا لهم. المسؤولين يسمعوا لهم طبعا. حضرتك لو عندك ولد شاب عنده 16 سنه او 17 سنه والاعداد الغفيره وبعض التصرفات اللي حصلت وهجوم على فاكرين موقعات الجلابيه يعني الشهيره يا فندم طبعا. انا ما بقولش لحضرتك ان ما فيش اخطاء، في اخطاء، بس الاعلام الف فيه مشارك في الكارثه اللي احنا فيها. يعني طب سؤال، موقعات الجلابيه دي الاعلام شارك فيها ازاي مثلا؟ ما حصلتش اصلا يا فندم، واحنا قلنا ما حصلتش. نزل مشجع جاي من بلد فجاه لقى نفسه بيقتحموا الاستاد، فجاه لقى نفسه جاي على الهوا، فجاه لقى نفسه اشهر واحد في مصر. فين الغلط؟ انت بتتكلم فيما بعد، لا انا احنا بتكلم على الحدث نفسه. الحدث انا بقى بتكلم في حاجه انتوا بتقولوا، احنا عملنا بقى لها سنه ست مشهر عمل رابطه هذه الكرنيه اسمها رابطه محب الزمالك. فيها دلوقتي 15,000. جبنا استماره عملها بنفسه. اسمك ايه كذا، علوانك، لو اي حاجه حصلت هجيبك، وادي الكرنيه 15,000. كله بي دلوقتي من اطلس العيال دول الشباب جم برضو دخلوا معانا، فيهم بقى بيحب مع نفسه بس فيه دخل في الرابط ومسكنا البطوله اللي فاتت دي والدوري والكاس فيهم. ادي الرابط، اي واحد يعمل حاجه قال لهم حتى انت طبعا اطلس وعايزين تيجوا امضي على الاستماره. انا برضو في ناس بتقول اللي حضرتك بتقوله ده يا خواجه، وفي ناس بتقول لك انه لما نبقى، ما هو ده نفس الفكره انه يبقى كيان قانوني موجود، يبقى في نقابه موجوده طبعا. مش بس حقوقهم وواجباتهم والمشجعين دول اللي يمرض او اللي يتعب يكبر في السن او كده، برضو يبقى ليه حق على الدوله حتى. لا كمان فكره ان انا ابقى ضامنه، بس السؤال بقى اضمن ازاي الاعداد الغفيره دي يا فندم؟ ما انا 15,000 ممكن اخد 30,000 وعاملينها ونجحت، بيجي يستلم بعد ما خلص طبق يستلم الكرنيه من النادي ويستلمه. طيب اتفضل يا فندم. هي مش صعبه على الانديه، بس لازم في حاجه دايما، اي شيء ما فيهوش انسان كبير زي احنا على سبيل المثال في اعداد وفي انتاج وفي اخراج وفي قائد مدير، فلازم الشباب اللي طالعه للاسف مش عايزين يبقى لهم كبير. ودافع على كل المستويات مش الكوره بس، مستوى لا في الكوره بالذات كوره مش عايزين، يقول لك عشان ما تمسكنيش مش عارف تكلمي واحد يطلع اتنين. فهم احنا كلينا ناس كبيره، انا حضرت اجيال كبيره. مين كان كبير؟ كان كبيرنا في راجل اسمه عم بحر، وكان في عبد كورنر، وفي عم عبد الله. يا عم بحر ده كان مشهور قوي جدا جدا، ابو العيله بلاقي، وفي عم مليم كان راجل في الزمالك. في ناس كتير شجعينه، كان الاستاذ جون مليم ده كان موظف كمان في الزمالك وكان مشجع عليه، والاستاذ علي رحمه الله، الاستاذ جون سعد ده بقى كبير يعني علمني في النادي الاهلي، الاستاذ طلبه صقر خدت له ساعات، وكان في اسماعيليه الراجل برضو اللي عمل رابطه في بدايه السبعينات، حاج احمد بزار. وبعدين احنا سعادتك الكوره اللي هم بيفكروا الوقت فيه عداوات، احنا النهارده الكوره فيها اصدقاء. اسمحي لي ان انا لازم اقول على اجيالنا في اسكندريه، في بوبو، في رضا فينو،
وفي حميد وفي الحاج عصام اللي هو رئيس رابطه منتخب مصر وعزاء عادل بالنيابه عننا جميعا، في اسماعيليه في سلامه وفي عادل مهدي وفي حمد مطاوعي والحاج محمد جمعه وفي بورسعيد الرئيس حميد وابو سمره وابو ايه واسماعيل والجباس والحاج عوض، تلاقي في لا مؤاخذه في الفيوم الحاج جمعه في المحله بصورة. رغم ان المحله دي كان جيل فز طبعا وخد دوري عام وقالوا فلاحين ومش فلاحين، بس الكوره فيها امثله أرجنتين، كان في التاريخ الحاج محمد امشير والكوره ما فيهاش فلاح فلاح وصعيدي والكلام ده، لا ده هم ده حاجه هم بيقولوا حاجه جميله بيفتخروا بيها امثله آه. يعني في الحاج محمد امشير، في محمود العطم، في رأفت، في خضير، في علاء، في عوينة، في المرسي، في عوينة، في المشهور، الشباب اللي طالع، تلاقي في المنصورة، تلاقي لا مؤاخذة لغايه دلوقتي يعني على طول يا فندم. عم حربي كان عندي في فرح ابني واحد تسعة في اسماعيليه في روابط المشجعين كل بلد بجد كل بلد، وما عزمتش الفرجه ليه؟ صراحه عزمني لا 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 ما عزمكش، لا 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 ما عزمكش، هو الاسماعيلي اصله كده حاطط الزمالك على راسه ومتضايق دايما، لا 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 ما عزمكش، عزم الاهلاوي ما عزمكش، ما عزمش الزمالكاوي، دي مشكله فيلم انا عامله تلاقي في الاسماعيليه يعني هو خفيك اسماعيليه عشان فيلم ابو علي اللي كان عامله عملت مع كريم بكونه زملكاوي اه اللقطه زعلاهم منه كريم مين؟ كريم عبد العزيز الممثل اه دبسنا ابو العربي عشان زكي خواجه وبتاع رحت قايل اغنيه كده لا لغيره مفيش رحوم الدرويش البلد اتقلب قلت له طب قول الزمالك تبقى مقبوله، قلت له ده فيلم زملكاوي كلامي صح. فانا عايز اوصل هو في الفيوم بيبو وفي الحاج جمعه والحاج عوض، انا مش عايز انسى حد عشان ما يزعلش مني، الناس دي في الفه بينا بال 40 سنه، في محبه، واللي بيني وبينك 90 دقيقة ونوصل بعض غير هنا بقى وصاج والبلاد دي صح، ونوصل بعض لغاية محطة القطر. فندم حضرتك والله ناس قلت من شروط الاتحاد الأفريقي إن مفيش ماتشات هتلعب بدون جمهور، بدون جماهير منتخب بالزبط. مصر ما ينفعش يلعب بدون جمهور، يبقى أنت النهارده حضرتك منتخب مصر بيلعب ب 70 80 90 ألف وكلنا بنبقى على قلب رجل واحد عطشانين كورة، كلنا قاعدين جنب بعض، اجيب لحضرتك الصور من على موقع التواصل الاجتماعي، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اتحاداوي محلاوي منصوراوي جاي لهدف واحد منتخب مصر. ماتشات النهارده المصري اتظلم واحنا علينا عقوبه، انا عايز اعرف ايه وجه العقوبه اللي تخلي نادي الاسماعيلي يلاعب الاهلي بره اسماعيليه، ايه وجه العقوبه اللي تخليني انا لاعب؟ طب دي برضه هنحاول لو قدرنا نوصل هي قرار كابتن هاني بوريده، هنحاول نسال برضه محترم قرار فيه امن شويه عشان عادل برضه، وده القرار ده لسه موجود لغايه دلوقتي، هو قرار امني بيطبق لغايه دلوقتي. النادي الاهلي سعادتك قال لك النادي الاسماعيلي عليه عقوبه، احنا عارفين الاحداث اللي حصلت بتاعه بورسعيد ما عندناش مشكله، ما بنتكلمش في حاجه زي دي، استقبلنا النادي المصري لعب ماتشاته من دور ال 64 ل 32 لغايه دور ال 16 لغايه 3 ايام، اسماعيليه مفتوحه، حضرتك الامن بتاع اسماعيليه حضرتك يعني بتقول انه ممكن يكون كنوع من الـ يعني معاقبه الاسماعيليويه ان انا بنقل بقى مباريات الاسماعيلي والاهلي بطلعها بره اسماعيليه، وانا لو عليا عقوبه من قبل لجنه المسابقات انا ما عنديش مشكله، طب ما الاهلي تعرفها، طب ما الاهلي انما ردا على عادل انت مش مدي لك حتى الرؤيه يعني. ردا على عادل ما هو نفس العقوبه اللي بتطبق على الاسماعيلي بتطبق على الاهلي، ما هو الاهلي ما بيروحش اسماعيليه وما بيلعبش مع الاسماعيلي في القاهره، وما بيلعبش مع الاسماعيلي في القاهره صح، ماشي مفيش مشكله ماشي، ما هو الاهلي ده واقف عند النقطه دي، وهنحاول يكون معانا المهندس هاني بوريده رئيس اتحاد كره القدم ان شاء الله، هنحاول يكون معانا على التليفون بس خلينا ونسال في دي، حاضر خلينا بس ناخد على هاتف مين يا شباب؟ زياد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضل. تحياتي لحضرتك تحياتي الكل على ارضك. لا الصوت انا مش سامعه معلش عيد تاني. تحياتي حضرتك تحياتي ليك اتفضل. انا نفسي والله ترجعوا، انا خدت عندي 17 سنه والدي اهلاوي يعني كله لا انا بعتذر الصوت يا شباب مقطع قوي غالبا من عنده واقف في حته ما فيهاش سيجنال كويس. شبكه. معلش بعتذر الصوت مش حلو. طيب فاحنا دلوقتي لو اتكلمنا في الجزئيه دي هنبقى عارفين، عايزين نعرف او نسال سؤال بأني حق وليه هذا القرار بيتم تطبيقه، ولو ده عقوبه من لجنه المسابقات نبقى احنا عارفين بس انه ليه الاسماعيلي بيلعب مع الاهلي بره الاسماعيليه، وزي ما قال كابتن حربي هو ممكن يبقى برضه يتاخد ان هو عقاب للاهلي برضه. هديكي مثلا، خد بالك يعني هديكي مثلا، النادي المصري بيلعب فين؟ ماتشات افريقيا اسماعيليه بايه؟
جمهور. يعني مدير الامن بيامن ماتش النادي المصري. انا ما بقولكش دخل جمهور ماتش الاهلي في اسماعيليه وبالمثل. يعني هنا وهنا ما غير جمهور. انا ما عنديش مشكله مع النادي الاهلي يهبط ولا الاهلي عندي مشكله معايا. ما بقولش حضرتك دخليني بجمهور عشان ابقى كده انا مش فير. لما جمهور النادي الاسماعيلي يخش في اسماعيليه والاهلي ما يجيلوش جمهور يبقى انا مش فير. لا انا هلعب لاعب النادي الاهلي بدون جمهور بس العب على ملعبي ده حقي. والحق النادي الاهلي ان هو يلعب على ملعبه. تفرق في ايه يا فندم؟ اللعب على ملعبك تفرق في ايه؟ تفرق كتير. تدي دفعه. انا النهارده انا نادي الاسماعيلي ده حافز من ضمن الحوافز اللي بتبقى زي ما النادي الاهلي كده بيلعب في استاد القاهره او بيلعب في استاد الدفاع الجوي. طب بتفرق معاك نفسيا ولا نفسيا ومعنويا وادبيا؟ احساس بالامن؟ ما تبقاش قلقان وانت داخل وخارج؟ ما اعتقدش يا فندم ان مدير امن اسماعيليه هيرفض ان هو يامن ماتش الاهلي والاسماعيلي في اسماعيليه. هقول لسعادتك حاجه بس برد على عادل في الجزئيه دي. اكتر نادي اتبهدل من بعد الحادثه بتاعت بورسعيد على مستوى جمهوريه مصر العربيه النادي الاسماعيلي ولف في جميع مصر النادي الاهلي. النادي الاهلي جميع فنادق مصر النادي الاهلي نزل فيها. شوفي تكبدت الاداره قد ايه. كل يومين ثلاثة يا دوبك يتمرن تمرينتين ويسافر. البرج العرب هنلعب في استاد اسكندرية، هنلعب في السويس، في الدفاع الجوي بعد الأحداث اللي هي بتاعت الجماهير بقت استادات القوات المسلحة بترفض نظرا للإساءات من العناصر المندسة. جماهير مش وحشة بس عايزين يبقى لهم كبير ويسمعوا الكبير. انا عايز اوضح انت هنا بتقول نقطه خاصه. معلش عادل دي تعليمات سياده الوزير يا فندم. ست استادات عسكريه بس. عادل انا ما اتفضل براحتك اتكلم انا بوضح لك. دي نقطه خطيره يا فندم. موضوع انه شباب التشجيع دلوقتي مالوش كبير. ما هو انا دي نقطه خطيره وبترجعنا جاي للنقطه الاولانيه عشان لازم زي لانه باستمرار المفهوم ده انا عمري مدرجاتي ما هتكون امنه. يعني عمري ما هقدر اقول بقى بقلب مفتوح نرجع الجماهير مره ثانيه المدرجات بالقانون يا فندم. النهارده الاهلي بناء على الكلام اللي بيقوله كابتن خواجه بالنسبه لنادي الزمالك الاهلي بيطبق نفسه وكان ليه مؤتمر صحفي بيعمل نظام الكرنيهات بالاسم بالعنوان بالمهنه بكل حاجه وهتطبع الصوره وهيبقى اي دي. انت عايز تتفرج سارع وعندنا سياده اللي هو شيرين شمس مشكورا صاحب المشروع هو والاستاذ وليد مهدي ومعاهم ناس في النادي الاهلي عملوا مؤتمر صحفي ومشوار جميل جدا. واليومين دول احنا في صدد ان الجماهير القديمه تختار وتستقطب الناس القديمه مع الشباب اللي ليه رغبه يسمع. ما احنا كنا صغيرين. طب ما هو في دلوقتي عندنا يا فندم روابط زي الالتراس والوايت نايتس. لا ليهم كبير. بص يا سعادتك ليهم كبير. مالهمش في فرق يا جماعه ما بين الروابط والالتراس يا جماعه. مش كبير بتاعهم. بص ما حدش بيتحدث باسمهم ولا حد ليهم كبير. مش لازم يتحدث باسمهم ولا لازم. يا استاذه منى اتفضل. روابط المشجعين بس في حد بيجمعهم وفي حد يا عم حربي بعد اذنك. روابط المشجعين روابط مشهره يعني كيان مسؤول من الدوله. انت بتتكلم على اسماعيل. انما لا ما حدش عمل التراس مش مشهرين ما بيخضعوش لقانون. انا ما بتكلمش دلوقتي على التشهير. انا بتكلم على المشهرين ولا لا. بتكلم في الجزئيه الخطيره لا استاذ حربي انه دلوقتي المشجعين ما بقاش ليهم كبير. لا انا عندي مجموعات الشباب دي التراس وايت نايتس ليهم كبير واعتقد غالبا باسمه الكابو صح كده. الكابو وده بيديهم وده بيقول لهم يا جماعه هنعمل كذا وهنتحرك يوم كذا وفي المكان الفلاني وبتاع وبيلموا بعض وبيتفرقوا مع بعض. بصي حضرتك شدتينا وبيجمعوا فلوس وبينزلوا كتايب يا فندم. انت شدتينا لايه سعادتك؟ طيب بمناسبه للكلام يعني ده كبرهم ليه بقى ما وصلش لكبرهم؟ طب بصي سعادتك وانا كدوله وانا كمسؤول اقعد بقى الفرق اهو واقول له انا عايزك انت تستفيد والجماهير تستفيد وانا كمان كدوله استفيد وارجع روابط المشجعين تلعب دور السبورت. من حديث سعادتك هوري لك حاجه بسيطه جدا والتلفزيون موجود والمباريات مسجله. عادل شكوكو مع الناس اللي اقدم منه اللي اكبر منه اللي هو طلع لقاها في المدرجات استاذ اسماعيليه 20,000 متفرج كان يقوده كام؟ 3 أو 4 الخواجه وعلي قوطه العسكري الله يرحمه مجدي قوزو 4-5 ومحمد. هل ده ينفع دلوقتي؟ ما انا هقول لسعادتك. هل انا على كل 20,000 ممكن ابقى عندي 4 مثلا بيحركوا المجموعات دي؟ هنقول الزمالك بيحضر 80,000 الاجيال اللي هي قبل دي 80,000 خمس صنفار يقودوا 80,000 خمسه. انا قصدك يعني قصدك حضرتك انه عشان كلمه كل واحد في الاربعه خمسه دول كانت مؤثره جدا مؤثره. احنا مش محتاجين بالعدد مؤثره وقيادات وكلامهم مسموع وفي مصدر ثقه. فكنت انا
وفي كابتن عثمان ربنا يديله الصحه، في كابتن حسين ربنا يديله الصحه، في كابتن حسني امبابه، في جزره، في عادل، في رفعت، في خالد، في هوجن، في ناس. هو برضه كان في تعصب يا فندم زمان، شوف احنا برضه مش عايزين بس هقول لك مناوشات يا فندم مش تعصب يعني. برضه كان في عدي عربيه لونها احمر تعدي تروح مقبوطه كبير الموضوع ده اسماعيليه تحديدا برضه كان يعني ساعتك تحديدا انما النهارده ماشي النهارده ما يبقى في بجن يولع وفي بني ادم يولع وفي ناس تموت، مش كوره كده، مش كوره كده بالطبع. ما تحكم عقلك انت ازاي بتتفرج على رياضه، زي ما قال لحضرتك كل المشجعين اللي بتشوفيهم لعبوا كوره، أكترية انتماء اللي بيشجع وملهوف على الكورة وبيحرق نفسه عليها لعب كورة، فبيكمل انه ما كانش لعيب في نادي او ما صادفوش الحظ. في اجيال فزة لعبت كورة شراب احنا اللي حضرناها، يعني تلاقي السيدة كان فيها ليها ناس حريف الكورة الشراب في مصر كلها، كان اسمه محي أراجوز، لعيبة مصر تعرفه محي أراجوز، محي أراجوز ومعمول عليه فيلم الحريف بتاع الأستاذ عادل إمام، في بيليا، في رزق، في محمود الأزع. يعني عايز اقول لحضرتك طيب اسمحوا لنا ناخد بعض الاتصالات بس عشان الناس بتقعد كتير على الخط والخط بيفصل، معلش نسمع اصوات الناس برضو ونشوف الجمهور نفسه عايز ايه. مين 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 يا شباب؟ مين؟ اتفضل يا استاذ عادل، اتفضل يا فندم. محمد الاسماعيلية اتفضل يا فندم. طيب انا بعتذر. كنت بتقاطع استاذ حربي وهو بيتكلم يا فندم، تكلم على موضوع الكبارات وانا حسيتك متفق معايا شويه في حته انه لا الالتراس والوايت نايتس ليهم كبرهم. وانا كل كنت بقوله برضو استاذ حربي ما ردش عليا في الجزئيه دي، انا ليه كدوله وليه كاتحاد كوره وليه كوزاره شباب ورياضه ما اجيبش بقى الناس دي واقعد معاهم بقى؟ قعدوا معاهم يعني هقولك معاهم، قعدوا معاهم بس هم غيرنا في حاجه واحده، ليهم اسلوب شباب مع بعض وده طبيعي يا فندم. ومش اشكال، وانا اول ما طلعوا كنت بقف معاهم يلا، اما لقيتهم بقى دخلوا في المشاكل تاسيس الكوره لازم هتعمل ايه يعني؟ من اسباب ضياع الجمهور لازم، انا قلت لهم وكذا مره الاعلام مشارك يا فندم سيس الكوره، الاعلام سيس الكوره طبعا. طب انا عند الجزئيه دي بقى تحديدا بما ان فيها موضوع الاعلام سيس الكوره هطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل هذا الحوار، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، وكان اولا بجدد الترحيب مره ثانيه بضيوف الكرام وحديثنا عن عوده المدرجات الجمهور الى المدرجات. احنا امتى نقدر نقول انه هذه العوده امنه؟ امنه على سمعه الكره في مصر عموما، امنه على الجمهور، امنه على اللعيبه، امنه على اتحاد الكره وكل هذه الامور. وكان ضيفي الكريم الحقيقه الاستاذ عادل شكوك وكبير مشجعي النادي الاسماعيلي قبل الفصل على طول بيقول لي واصل المشكله انه الاعلام سيس الكوره، وانا قلت له لا انا عند هنا هطلع فاصل وارجع اعرف ازاي الاعلام سيس الكوره. بس بجدد الترحيب مره ثانيه بحضراتكم، اتفضل يا فندم. حضرتك ارجعي ورا ماتش مصر والجزائر اللي كان فيه مباراه فاصله في السودان اللي هي صعود كاس العالم، شوفي حضرتك المشحنات اللي كانت على القنوات الاعلاميه المصريه والقنوات الاعلاميه الجزائريه. كنت لسه هقول لك هو انت معاك حق بس هي كانت من الطرفين الحقيقه. ما فيش مشاكل، بس مين المسؤول ان اتوبيس الجزائر في المطار ويترمي طوبه ونعمل من لا شيء شيء؟ مشهد خاطئ طبعا جدا. طيب ماشي، هل الجمهور عمل كده من دماغه؟ هل الجمهور راح المطار عشان يضرب اتوبيس الجزائر؟ صعبة. امال ايه يا فندم يعني كانت هتبقى ايه؟ ما هو طب بعض التعصب يا فندم، مين المسؤول؟ يعني ايه مين المسؤول يا فندم؟ يعني الراجل مجموعه شباب متعصبين، انا بقول قد يكون هذا يعني ما حدث، مجموعه شباب ورجال متحمسين جدا وراحوا وقال لك لا وازاي يحصلوا كده وبداوا يسيئوا الى منتخب الجزائر. مع احترامي عادل، عايز يعرف حضرتك حاجه على المستخبي، ان كان في مسؤول اجتمع ببعض العناصر دي شجعهم ان يعملوا هذا، فجاي يعني ايه اصبحت
في نوع من انواع الرعب او الزعر. الكره مش كده. طيب اذا كان هذا ما حدث في هذه الواقع تحديدا، ازاي الاعلام عموما سيس الكره؟ يعني خلينا قصه مصر الجزائر دي، اصلها الماتش ده الشهير ده يعني كان طبعا كل ما في تفاصيله كان خاطئ، والمعالجه الاعلاميه ربما بعدها ما كانتش سليمه زي ما انت بتقول من الطرفين الحقيقه، لانه في الجزائر كمان كانوا يعني يعني وقفوا ضدنا جامد. عملنا من لا شيء شيء، عملنا من لا شيء شيء بالظبط كده. وفي النهايه الكوره بتتنسي والمواقف بتتنسي وتبقى العلاقه بين الشعوب هي اللي المفروض انها تبقى. طبعا طبعا يعني. في احترام متبادل بالشعوب، تونس، الجزائر، المغرب، جميع الدول. طبعا في حاجه قاطعكم فيها، لان احنا الوطن. اقسم بالله اقسم بالله واخذه اشكوك، اتفضل. اقسم بالله اقسم بالله الماتش بتاع الجزائر ومصر انا رحت بتاع 3-1 قبلها بيومين. الوحيد اللي انا رحت الماتش ده، الجماهير الجزائريه مقابله حلوه، حتى انا في التلفزيون الجزائري قلت لهم ان شاء الله هيبقى ماتش بين مصر والجزائر تاريخ التعادل، هم بقى يقولوا تعادل وفوزتهم بتشجع وفرحانين. اما جينا الماتش الثاني ما اعرفش ايه اللي حصل. حتى الناس التلفزيون بتقول 1.5 مليون بقى يحجموا هنا، يقول لك لا مش مليون. رد عليه الجزائري قال له كلام الخواجه صح. ومين بنستفاد من جميع يعني المسؤول حتى يا كان في محاولات انه ما يتقالش انه وجابوا شرايط كان كبير وكان بيشجع وكان كده وجابوا شرايط ولعوا الجمهور المصري. ومين المسؤول يا فندم ان ياخد قرار خلانا لعبنا ماتش الفاصل في السودان؟ مين المسؤول؟ هو برضه مش مسؤول من اتحاد الكوره، ولا واحد جه من بره قال لا ده الماتش ده بعد 4 أيام هيتلعب في السودان؟ احنا رحنا السودان، رحنا على الماتش وشفنا الفنانين، كانوا كل الفنانين معانا، الفنان رهام سعيد، الاستاذ رهام سعيد، الاستاذ سعد الصغير، اسمه محمد فؤاد. وبرضه لقينا واحنا ماشيين في قلب المطار لقينا حاجات برضه غريبه بتحصل، ولقينا مش عارف بصراحه يعني ازاي جمهور الجزائر كان عامر باحترام يعني ليه؟ حضرتك نروح نلعب في انجولا وتبقى في مجموعتنا الجزائر وانجولا اللي هي تعتبر دول العالم الثالث، تأمن جمهور المصري وتأمن الجمهور الجزائر وما فيش واحد فيهم يقرب من التاني او يحتك بالتاني ولا الهوا، واحنا عندنا في مصر هنا نفتع الازمه. برافو من عليك، برافو عليك. والله كده دي اللقطه بقى اللي تضايقك قوي، واديناهم 4 دي اللقطه اللي تضايقك قوي فعلا، انه لما تبقى بلد طرف ثالث تقف تحجز بين طرفين عربيين في النهايه اسمهم مصر والجزائر، مش المنتخب المصري ولا الجمهور ولا الجمهور. صاله كبار الزوار لقيت الاستاذ سعد الصغير وهو معدي بعد الماتش مباشره بيتكلم، كان عامل مداخله على الهوا بيقول اقسم بالله العظيم لو كنت جبت لهم جمهور الاسماعيلي كان نايمهم من المغرب. بصيت له كده وقلت له دلوقتي بتعترفوا بجمهور الاسماعيلي؟ بتقولوا علينا مشاغبين دلوقتي بتعترفوا؟ انتوا اصلا المسؤولين على اللي حصل ده كله. دي كوره يا فندم، الفنانين رايحين يحتفلوا في صعود كاس عالم، الفنانين دول دورهم يستقبلوا المنتخب وهو جاي، يعملوا حفلات هنا، يعملوا حفلات هنا، انما الجمهور الحقيقي اللي يبقى متواجد في الاماكن اللي زي دي. يعني برضو لما يكون في فنان عايز يشارك بزياده، عايز فرحة. يطلع فندم حضرتك جو الفرح ده، لو شفت منظر الاستاد في السودان يشجع الفنانين مش لو شفت منظر الاستاد في السودان هترجعي ماشي من السودان، مش هتخش الماتش، تذاكر متباعه قبلها ب3-4 أيام. هقول لك حاجه، انا رحت السودان، جمهوريه الجزائر صديقه كويسه احنا نحبها، رحت لقيت لك سالت قالوا لي يا خواجه بقالنا 3 أيام بنجيب الجمهور من الجزائر، الرئيس الجزائر قال لهم رحله يروح؟ يروح السودان من قبل الماتش يعني بثلاث ايام. لا فاتحين فتح خط طيران يا فندم قبلها بثلاث ايام. ابص واحنا قربت رايحين على الماتش تأمني لله كل الفنانين دخلنا ومفيش ما دخلش، لقيت الاستاد كله السودانيين واخده، واحنا بره اتفرجت عند اخو اسامة عرابي. اقول لحضرتك مثل تاني، البطولة الافريقية اللي كانت موجودة لسه منتهية من شهرين. احنا سافرنا احنا كروابط مشجعين عارفين بعضنا كويس، كنا نسافر ولينا سيستم ولينا ليميت ولينا نظام معين، عارفين امتى تزازر المنتخب. فوجئنا ان سيادة الوزير خالد عبد العزيز مش معترف برابطة مصر، مش معترف برابط المشجعين، لقينا مجموعة مستقبل وطن هي اللي بتساند منتخب مصر. خد بالك ان ماشي، بس خد بالك انا عايزه برضو الفت نظركم لحاجه اكيد حضراتكم عارفينها، انه انا برضو عندي تصريحات لوزير الشباب والرياضه بياكد في واتحاد الكوره مهندس هاني ابو ريده بياكدوا فيها انه في تفكير دلوقتي في عوده الجماهير المدرجات، لكن ما ينفعش تبقى بشكل فوري. يعني يا فندم انا دلوقتي عندي تدريجي، انا دلوقتي مثلا يعني عندي الدوري، انا الدوري اللي عندي عام مش 18 اسبوع صح كده؟ فاضل لي 10 اسابيع. انا ما اقدرش فجاه بالظبط، ما اقدرش في التوقيت ده ما اقدرش انا ارجعها بشكل مباشر، بس انا ممكن ترجع واحده واحده وعلى السنه الجديده على الدوري العام الجديد. انا استاذ اسماعيليه في كم مدرج؟ مقصوره اماميه، مقصوره علويه،
تالتة يمين تالتة شمال المدرج اللي في الوسط صنف. يعني عندي ما يقرب من 10 مدرجات، ما اقدرش احط في كل مدرج 500 مشجع، ما اقدرش ادخل اعضاء، ما اقدرش ادخل اعضاء جمعيه عموميه، ما اقدرش ادخل رابط مشجعين، ما اقدرش اجيب شباب في سن الاعدادي واولياء امورهم يحضروا الماتشات، ما اقدرش انا كنادي اسماعيلي ان انا على ملعبي ادخل جمهور وبالمثل النادي الثاني. انا بلعب مقصه ما لهاش جمهور. طب بمناسبه الاسماعيليه بقى معانا اتصال من الاسماعيليه. محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. معاك محمد شوقي من الاسماعيليه يا فندم. اتفضل يا فندم. وانا بتكلم بس على حوطه الجماهير اللي احنا ممكن نلبس حوطه الجماهير احنا نفسنا في التمرينات، بس اقرب مثل التمرينات بتاعتنا كانت بتبقى التمرينات كتيره واعداد كبيره نفسها، واحنا بنوظف نفسنا بنفسينا وبندخل نفسينا واعداد كبيره، بس ما بيحصلش مشاكل ولا اي حاجه، حتى الامن ساعات ما كانش موجود، استاذ عادل شكوك كمان يعرف يعني يعني احنا التمرينات التسعين عندنا يا فندم بيكون اعداد كبيره ما بيحصلش اي مشاكل، ده بيوصل 20,000 كمان في المدرج عندنا ما فيش اي مشاكل، فاحنا يعني الجماهير لازم ترجع، وعن في تعاون بيننا وبين الامن، واحنا نفسنا بنتعاون معاهم، لو هم عايزين مننا حاجه يطلبوها احنا ننفذها، يعني ما نمنعش باي حاجه يا فندم، فاهماني؟ لان احنا صراحه الاسماعيليه حياتنا هي الكوره، واحنا بنقعد لازم الاسماعيلي يعني بالنسبه للاسماعيلي احنا دورنا مهم قوي مع الاسماعيلي بالنسبه للجماهير، وكابتن عادل عارف يعني، فاحنا بس يعني لو هم محتاجين مننا اي حاجه يعملوها كداخليه ننظمها معاهم نقف معاهم، لو هم مطلوبين احنا نعملها. بس نرجع طب مش كان في اقتراح بيقول مش كان في اقتراح بيقول ان الداخليه تامن من بره وان كل نادي مسؤول يامن ماشي. من جوه ما هو كان في كلام بيتقال كده عايز شركات تامين ما هو النادي هيامن ازاي هيتفق مع شركات المنتخب عاملينها دلوقتي المنتخب عاملينها احنا نساعد واحنا نامن نفسنا ما نعملش مشاكل احنا لو امنا نفسنا مش هيحصل مشاكل ان شاء الله مش هيحصل اي حاجه والداخليه من بره دورها تعمل دورها العادي واحنا من جوه ننظم من نفسنا وننظم الدنيا ودينا زي الفل بس احنا عشان نرجع بس يا فندم يا فندم احنا كشباب امننا مصر في الثوره من الداخل حصل مش هنعرف نامن ماتشات مش هنعرف ندخل 2000 مشجع يساند فرقته يدخل دخل حتى تبقى مصاريف العمال ما أصلاً اللي بتكلف نادي الاسماعيلي ربع مليون جنيه شهريا انا لا اتبنى موقف الحكومه او موقف الدوله ولا ادافع عنه بس طبعاً. برضو الحادثتين اللي حصلوا يا فندم ان كان بورسعيد ولا الدفاع الجوي برضو كانوا قاسيين قوي يا فندم كانوا قاسيين 70 وده 20 الزمالك هنقف عندها يا فندم ولا لا عشان هي كل على مستوى جميع محافظات مصر ممكن الجماهير تخش ازاي للانديه الاتحاد السكندري دخل جمهور اسماعيلي دخل جمهور هي محافظات القاهره اهلي وزمالك وبورسعيد لب الموضوع فاللب داخل ديني سياسي اجتماعي رياضي فلازم تكون لجنه من شيوخ الازهر ده مش عيب في مصلحه البلد من قساوسه اللي هم بالنسبه للاخوه المسيحيين من سياسيين من نواب مجلس الشعب عشان تعمل ايه اللجنه دي؟ تعمل صلح بين الاطراف اللي حصل بينهم بورسعيد والاهلي لو ما تحلش هذا الموضوع بنلف في دايره مفتوحه ومقفوله حوالين بعضنا لازم الناس اللي هي ابنائها الله يرحمهم توفوا شهداء النادي الاهلي عشان لازم كل الناس دي موجوعه يعني 72 اسره دول يا فندم او 74 اسره فلازم اللي فقدوا ابنائهم بالظبط كده فلازم يعني برضه لا كلمني كده زي ما حضرتك بتقترح ايه اللي ممكن يتقال لهم فيقوموا يعني خلاص يعني هم ما دام في احكام وفي قضاء وفي قصاص هم هيشوفوه هيرتاحوا نفسيا 50% مثلا ماشي يقعدوا مع بعض بقى ويجيبوا الاسر دي لازم تتراضى ده اللي الدين فيه تسامح في كل حاجه ده لو كنا عايزين جمهور يخش يعني حضرتك شايف انه اذا لم نفتح الجرح ونطهره ونتعامل معاه ما بين فيما حدث في بورسعيد بين بورسعيد والاهلي بالظبط فانه هنفضل بنلف وندور حوالين نفس الحلقه بالظبط بالظبط هيفضل الشباب ده هتفضل نفس الدرجه من الاحتقان موجوده لاي حاجه وهيقول لك بورسعيد وده بورسعيدي انما لازم خد بالك برضو ان الشباب يعني حماسهم بيزيد كل ما منعتهم اكتر من بالظبط بس انا بقى بالدين طبعا بالدين هقرب المسافه دي بالتعامل الديني مع الخبره مع السياسه مع مصلحه بلدي مع انت ما دام غاوي كوره ما دام انت غاوي رياضه وكل اب برضو مسؤول انه ايه رايك يا خواجه انا في حاجه اقولها لك اللي ليا صديق في اسبانيا طول عمره استاذ احمد الملاح ماسك نادي برشلونه عنده مطلع زي عندنا
عملوا مشكله راحوا عملوا نفس اللي احنا ايه عملناه. الاستماره كان ايه بيخليهم دلوقتي فوق في اما بيشجعوا برشلونه ليهم مدرج فوق. ما خدش بالك كده بالدوري الاسباني تلاقيهم قاعدين فوق بالتيشيرتات والجمهور العادي بس اما يحصل حاجه بيجيبوهم مصورينهم عارفين اساميهم. دي لو اتعملت هنا اي واحد يخطا هيبقى معروف خواجه عارف سيد عايز محمد اجيبه. اما كده لازم ابتدي ب 2000 زي ما انا قلت. انا عايز اسال سؤال احنا بس. ليه يعني ما نبصش مثلا يعني هم الانجليز يا جماعه مش من واحنا صغيرين عارفين ان هم اكثر شعوب العالم تعصبا للرياضه وللكره؟ طيب هم لو مؤسسين الكره والكلام ده مانشستر يونايتد دلوقتي لما دلوقتي كانك قاعده في مسرح. انت قاعد في مسرح مسرح. طيب دي هنا انا ليه ما اشوفش هنا هم ازاي قضوا على فكره التعصب الكروي والمشاحنات بين الانديه والحاجات دي كلها؟ الكلام اللي انا قلته لسعادتك يا فندم انديه اوروبا بقى فيها اكتر من التر. الكلام اللي انا قلت يا سعادتك انا النهارده بيني وبين الخواجه احنا قاعدين اهو وعشره عمر عمرات انا معايا كل اصدقائي منهم الزملكاوي ومنهم الاسماعيلاوي ومنهم بورسعيد. انا كنت معزوم نبني من الحب جانب من على الفيس من ساعه ما طلع. الناس جات لي فرح بنتي فبرد الزياره للفرح واعمل واجب في فرحين. ايوه إيه خدت ما وابل من الشتائم والخاين واللي واللي على الفيس. فطبعا انت بعمل ايه ده فرح عايز تمنعني ان انا اروح فرح لبنتي مثلا او بنت اختي او كده. فعايز اقول لسعادتك احنا لينا اصدقاء يعني انا ساكن في حي تبع في الجيزه في العمرانيه وكده ليا اصدقاء زملكاويه بنقعد نهزر ونتكلم. هل دي مشاكل؟ كان زمان التعصب يقول لك ده اهلاوي متعصب ده زملكاوي متعصب. أيوة على عيالنا احنا يعني اعرف واحد اسمه اسامه اعرف واحد اسمه المقدس اعرف ناس كتير يعني ناس مشاهير ورغم ذلك اللي بينا حب هي الرياضه كده. انما النهارده بقت وسع لي عشان انا الصوت العالي صوتي عالي النهارده بقى كل واحد بيقول وسعت سكه. شوف يا فندم ريال مدريد ليه كام التراس. ايوه شوف برشلونه ليه كام التراس. هو ده برضه هرجع في رئيس نادي اذا كان مانشستر يونايتد وريال مدريد كل اذا كان هذا العدد لهم هذا العدد الكبير من الالتراس وليهم مدرجات وليهم ومعروف ان ده التراس ده مكانه هنا والالتراس ده مدرجاته هنا بس بيصبوا كله في مكان واحد. بس احنا هنا نعملها احنا غريبين على كاس عالم احنا مش عارفين نعمل ده لغايه دلوقتي. ما احنا استفاد بالشباب يا سيدي احنا المسؤولين استهانه بالشباب بتقول مستهترين ليه ما علمهم المسؤولين بيتملصوا صدقيني يا استاذ كله خايف على الكرسي ولا كله خايف على ارواح الناس يا استاذه منى ما ارواح الناس دي شيء لابد منه. طيب يا استاذه منى بس انا سمعت للناس عشان اخاف على ارواحها صدقيني يا استاذه الله يرحمه الكابتن طارق سليم احنا كنا بنحضر التدريبات والله لما كان يسمع اي شتائم يوقف التمرين كمدير كوره فتره طويله حازم بره حازم. وانا خليني اقول لكم برضو انا هقرا كده بعض الرسائل اللي جات لي بس اخد برضو اتصال من الاسماعيليه اخد سامح اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم احنا الاسماعيليه وبالنسبه لعوده الجماهير احنا عندنا في المنتشر الوديه سامح عامر نخش اكتر من 3 4000 واحد بدون امن مفيش اي مشكله بتحصل. فاحنا بنطالب بعوده الجماهير تاني لان بجد الكوره هي الجماهير. يعني الكوره هي الكوره هي الجماهير هي الجماهير عوده طبعًا. الروح للجسد طبعًا. طبعا سامح عامر بالنسبه للمقترح يا فندم ده مشجع يعني معاك مشجع الرابطه معانا في الرابطه يا اهلا بيك استاذ شكوكو طلع يعرفك سامح عامر بقول لحضرتك يا فندم يعني بالنسبه للمقترح يعني لو نبدا بحتى اعضاء الجمعيه العموميه اللي مسددين اشتراكات قلت كده بحيث نعمل تحفيز للناس تسدد اشتراكاتها في الجمعيه العموميه على مثلا مجموعه من المشجعين على الرابطه في الزمالك كده على ابتدينا بالجمعيه العموميه يعني نختار قصدي اقول نختار من كذا شريحه مجموعه من الناس مزبوط. نبدا بس حتى كده الاول انا كنت صاحب نزيب شويه الاحتقان اللي موجود زائد ان انا هقول لحضرتك حاجه التذكره اللي هيجي يقطعها هيقطعها بصوره البطاقه هيبقى مكتوب فيها الرقم القومي صح. يعني الرقم القومي صح. يعني انا النهارده عادل رايح يجيب تذكره صح. دخلت على الاستاذه منى انا اسف من فضلك يا فندم انا عايز تذكره صوره بطاقتك اديت لحضرتك صوره البطاقه حضرتك بتحطي اسمي
في الكعب وبتحط الرقم القومي بتاعي بالرقم الكرسي. ده عشان اضمن السن القانوني ولا عشان اضمن لا الـ لا, 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 لا 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 مش عايزين برضو نتكلم في حته السن القانوني، لان السن القانوني في ناس عندي 20 سنه وعندها وعي وعندها ثقافه طبعا، في ناس عندها 30 سنه عندها وعندها تعصب وفي ناس كبيره في السن وعندها تعصب ودي سبب مشكله. انا ما بقولكيش تبقى سبب مشكله، يعني شفت السنه اللي قال لحضرتك ايه؟ قال لك الماتشات الوديه بيخش 3000 مشجع، 3000 مشجع ما بيبقاش في عسكري. طيب الرقم البطاقه الرقم القومي والرقم ده يفيدني في ايه؟ يفيدني لو انا عملتها كده شراء تذكره بالبطاقه مش مفتوحه كده، هعرف عدد الموجودين، يفيدني ان على السيستم ولو حصل مشكلة أعرف أجيب الناس دي برضو. هو حضرتك النهاردة لما تحطي اسمي بالرقم القومي وترقمي لي الكرسي، النهاردة الكرسي رقم 55 عادل قاعد عليه، في مشكلة حصلت في المنطقة اللي فيها عادل، كرسي 55 عادل مش موجود، يبقى عادل سبب المشكلة. صح صح يا فندم، الافكار كتير بس الناس كتير تسمع. بس نسمع بعض، برافو عليك، بنسمع شعارات يا فندم من الساده المسؤولين ومحدش بيهتم بيه. لما بنطلع في الاعلام بيطلعوا يعملوا مداخلات مع حضراتكم، بنحييهم، الله عندهم وعي عندهم ثقافه، بعد ما بتخلص الحلقه كانتين كلوز. شكرا، مفيش حد بيسال فينا الجديده كانتين كلوز دي عباره عن ايه يعني المصطلح بس احب افهمه. يا امل اتفضلي. اتفضلي يا امل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. الحمد لله، بصبح حضرتك وعلى اللي حاضرين مع حضرتك. هبقى مبسوطه قوي يا امل لو اتكلمتي في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. ايوه طبعا، هيرجع لي امل كده ان ستات مصر قادرين يتكلموا حتى في الكوره وعوده الجماهير الا مدرجات. طبعا انا حضرتك، انا ابني محترف بره في سويسرا وحضرت ماتشات وشفت يعني حضاره وما شاء الله ولا قوه الا بالله، حضاره وجمال وناس بتشجع بقى بقوه ولابسين تيشيرت وبيشجعوا الفريق بمنتهى الحماس، وفي نفس الوقت منضبطين جدا في حاجات حاطين لهم رولز يمشوا عليها، مش هينفع تخشوا مثلا يعني زي مثلا الكانز، الحاجات دي ممنوعه، لازم يخش بكوبايه بلاستيك، في حاجات حاطينها لهم ما ينفعش، القواعد اللي هم حاطينها لهم يغيروها. وشفت بجد انبهرت، قعدت اقول ده احنا عندنا شعب جميل وعندنا شباب زي الفل، ليه ما نطبقش ده؟ يعني انت امل عايزه تقولي ان تطبيق القانون وتطبيق القانون ده اللي يضمن يعني ان كل الامور ترجع زي الاول واحسن كمان. قواعد. وعايزه اقول لك ان والقواعد المثل، انا بشكرك يا امل، المثل اللي امل ضربته ده انا كنت عايزه اقوله لحضراتكم، يعني بره وحضراتكم اكيد عارفين الكلام ده، بره اللي يرمي يعني عبوه كان كده بس ارميها كده في المدرج، ده غرامه ممكن اعتقد حبس، وما يدخلش ممنوع حضور مباريات لمده مش يا 3 أو 5 سنين تقريبا، 5 سنين تقريبا انجلترا واسبانيا وبينفذ، ده مش قانون على ورق، ده بينفذ ويطبق، وفي حالات اتقبض عليها فعلا كده عشان رمى ازازه كان. فيعني بعد الثوره ما عندنا ازمه اخلاق، ولو قضينا على ازمه الاخلاق مع احترام سعادتك ان شاء الله هنوصل كل حاجه ان شاء الله. سعيد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعيد عبد الفتاح الأليوي. اتفضل يا فندم، اهلا بيك. وانا رئيس مجلس اداره مركز الشباب. وعايز اقول حاجه، مراكز الشباب لها دور في الموضوع ده، كل مركز شباب يقدر ياخد مجموعه من الدساكر قبلها باسبوع او اتنين ويبدا يعمل كشف من عنده ويودي الدساكر دي لجهه معينه، الجهه المعينه دي بتحجز له 10 او 15 او 20 يبقى مسؤول عنهم مركز شباب، يبقى الوزاره هنا عملت حاجه مع مراكز شباب كلام كويس صح ده نسينا دي برضه حقيقي اللي قالها الاخ دي جميله، ونفس الكلام ينطبق على الجامعات وعلى المدارس. وبعدين في حاجه يا استاذه يا جماعه، احنا مسيرنا يعني هنبطل تشجيع الشباب ده نكسبه، هو اللي جاي لمصر مستقبل، لازم نقعد ونتكلم. انا عندي برضو ناس كتيره معلقه الحقيقه على صفحتنا، انا فتحت الصفحه دلوقتي، عندي محمد فتحي، اتمنى عوده الجماهير مع بدايه الموسم الجديد مع وضع حلول خاصه لفريقي الاهلي والمصري. حماده دياب، ماتش زي المصري والزمالك لو في جمهور كانت بقت مشكله كبيره. لازم الانديه تحترم المواعيد وضبط اللعيبه في المباراه، ضبط اللعيبه في المباراه. يا فندم ما هو الجمهور بس الاعلام بيتهم الجمهور بس بالتعصب، ما في لعيبه في الملاعب بتعمل كوارث. لعيبه في انديه كبيره بتعمل كوارث. بتعمل كوارث. وفي اخطاء تحكيميه بتعمل كوارث.
يعني حضرتك انت النهارده في ظل غياب الجمهور شوفي حضرتك الاخطاء التحكيميه اللي هي السبب انقلاب الدوري راسا على عقب. احنا بنقول ان الاخطاء بيطلعوا يقولوا لنا في التلفزيون الاخطاء التحكيميه جزء من حلاوه اللعب، ماشي، الاخطاء الجماهيريه برضو جزء من حلاوه اللعب. وفي حاجه ماتش الزمالك والمقصه اخر ماتش ده يعني هابيل نقول مش شايفها، نقول نسي وقريبه ليه، واخر ماتش بتاع المقصه اللي اتلغى ده فضيحه بالنسبه لمصر. انا كنت عايز اسالك عليه الحقيقه، فضيحه يا فندم. انا مش طرف في القضيه، لا انا زملكاوي ولا انا مقصاوي. لا انا بالعكس، انا عايز اسال الطرفين اللي مش فيهم اللي هم الاهلي والاسماعيلي، وبعدين اسال الطرف الزمالك بقى رايك ايه في الانسحاب. انا ما بص، ان الانسحاب هو قال لهم هنلعب الثلاث اتفق. لا 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 لا، انا بتكلم على لا على لا مش هتقول الحقيقه. لا هقولها ازاي، انا عشان كده بقول انا هسال حضراتكم برضه. كان السيد مشار قال لك خلاص اتفق على الماتش الثلاث، واتفق حتى رئيس النادي عبد السلام سيد اللواء واتفق. بص لا قال لك ايه، لا نلعب يوم الايه، ادي زعل. طب احنا متفقين الثلاث تروح تاخده يعني ايه يا فندم؟ يعني ما هو بيتفق الماتش الثلاث تيجي تلعبه قبل الثلاث؟ مفيش، في بتبقى خطابات رسميه موجهه من اهو. قال لك لا مفيش، خطابات قال لك رسميه موجهه من اتحاد الكوره. أيوة، في خطابات رسميه موجهه لاتحاد الكوره، في مواعيد، في تم الاعلان عنها، في جمهور، يعني في جمهور قاعد مستني يتفرج. يعني هقول لك حاجه يا ست الكل، انا شايف الست مشوار جمهور الزمالك، جمهور زعلان. الزمالك داعم داعم للي حصل، مش على الزعل، مش داعم. هو زعلان من الموقف ايه، الاتحاد بيلعب برضه لا النهارده. حتى التحكيم سيبك من الدوري الاهلي خده الزمالك، التحكيم برضه واقع. يعني عادي لا الماتش يخليه لحد لا الثلاث. وفي الحاجات دي بقى بسكت، بسيبها لمجلس اداره. انا راجل يعني كمشجع ما اتدخلش، مجلس اداره اللي يبكي هو سيادة مشوار ليه هدف صح انا مش عارفه. وفي حاجه كمان يا فندم لفتت نظري، ما زلت شايف ان الخواجه ما قالش السبب؟ لا لا قلت، لا والله هو الخواجه يعني محروج، مش محروج، انا قلت هو الصح. ما يقدرش عشان مجلس اداره نادي الزمالك. لا طبعا احترام هم ليهم، بس عليك كجمهور مؤيد وجمهور مؤيد. حضرتك قولها بقى انت بعيد عن الموضوع. انا اقول ان غلطه، سقطه كرويه فذه في جمهوريه مصر العربيه. احنا اللي علمنا دول الخليج ودول الكرة. اسيا الكرة. ودول افريقيا، احنا مؤسسين الكوره في افريقيا. الاتحاد المصري هو مؤسس الاتحاد الافريقي على مستوى قاره افريقيا، ما كانش فيه اتحاد اسيا. ولاعيبه مصر الافزاز ومدربين اللي هم القدامى هم اللي نشروا الكوره في اسيا. حسن شحاته، كابتن حسن من داعي للالقاب، يعني هو اللي عمر الكويت، خد احسن لاعب في اسيا مرتين. في لعيبه راحت عمرت وعملت فرق. علمنا الناس دي ويحصل عندنا كده سقطه كرويه فذه. مش ممكن الزمالك ينسحب ليه يا عم؟ هو بينسحب لا برضه يا ست معلش يا خواجه، انت هتخاف تقول اللي انا هقوله. لا دي غلطه على مستوى افزاز نادي الزمالك، غير راضيين عن هذا القرار. لا عشان كده سالته وبقول له لا والله في خاطئ، في معارض، في انا بساله جمهور الزمالك بيقول لي زعلان. زعلان وفي ناس مؤيده، يا بيئه صينيه مبيته من قبل المباراه. بس ان هي مبيته. لا 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 مش في مداخلات تلفزيونيه اثبتت ان هو اتفق معاهم. ارجع مش عايز اقول القنوات الفضائيه جايبه محللين صراحة. وجايبه نقاد طيب. قالوا ان نادي الزمالك مش هيروح الملعب. لا لا باوامر كذا اتفق مع اللواء عبد السلام وقال له يوم الاحد الماتش بص الايام الثلاثه هي لا هو كلام الاستاذ مشار صح. غلطه في حق نادي الزمالك وجمهوره، لان النهارده الكوره في مصر مع احترامي لنادي الاسماعيلي القطب الثالث في مصر في الكوره وبيغذي الانديه، ما حدش ينكر ديت، وبيعمل كوره جميله، ونادي لو امكانياته زي الاهلي والزمالك هياخد بطولات اكتر منه. كلمه اخيره من حضراتكم على طول ثواني معلش لان التتر طلع خلاص. كلمه اخيره من حضراتكم، ازاي ممكن نرجع تاني الجماهير للمدرجات، وقبل الجماهير الروح الرياضيه الصح اللي عند الجماهير دي؟ الروح الرياضيه موجوده مع الناس القدامى. لو كل انسان بيقول لك ان كبر ابنك خويه، احنا نحتضن اي حد في سبيل الادب والاحترام، اسمها كوره رياضيه للجمهور. خواجه ان شاء الله احنا ابتدينا بيها عاملين رابطه، وابتدينا بيها ب 3000 4000 5000 يا مرحبا. وهتبصي الماتش الجاي افريقيا وكاس العالم منتخبات، هتشوف رابطه الزمالك اللي عملها سياده المشار هتبقى عاليه قوي، والاهلي هيعملها والاسماعيلي طبعا، دول الناس بورسعيد لازم نرجع عشان هم دول مستقبل مصر. كابتن شكوك انا بنشد مدير امن الاسماعيليه ان هو يبقى عنده سعه صدر ويسمع، لان احنا
نفسنا يبقى في اجتماع روابط مشجعين مع سياده مدير الامن، ساعدونا يا جماعه احنا كجمهور نادي الاسماعيلي ان احنا نرجع نادي الاسماعيلي المتعه الكره الحقيقيه، لان الانديه الشعبيه ضاعت في الخمس سنين اللي فاتت. انا بشكركم جزيل الشكر يعني شيوخ ومشايخ التشجيع على الكره في مصر، انتوا نورتونا حقيقي النهارده واحنا كنا سعداء بالحوار ده، لانه الشارع المصري، وده يمكن رد على رساله جات لنا على فيسبوك مواطن او مواطنه يعني بيلومنا بيقول لنا ليه بتتكلموا كوره، احنا متعودين عليكم في الفقرات الخدميه. الحقيقه انه احنا في صباح دريم اخذنا عهد على نفسنا نناقش كل حاجه الشارع المصري بيتكلم فيها، سواء كانت سياسه او زيت وسكر او صحه وتعليم او حتى الكوره. يا اغلى اسم في الوجود، اشوفكم على خير ان شاء الله، اصحى الصبح في صباح دريم ان شاء الله.